مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وعندنا عدد من الموضوعات والقضايا والأخبار المتنوعة، وأيضا عدد من اللقاءات مع ضيوفنا في استوديو الأهلي الليلة. وحنبدأها النهاردة هيكون بعد فقرة استعراضنا للأخبار، أخبار النادي الأهلي وفريق كرة القدم وأخبار النادي بشكل عام. هيكون لقاءنا الرئيسي اليوم مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وحنتكلم معاه عن الكثير من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والتطوير وكرة القدم وفرع التجمع، فرع النادي الأهلي الجديد، وكل خطط النادي المستقبلية للتطوير في كافة الاتجاهات، سواء على المستوى الرياضي أو الكروي أو على المستوى الإنشائي أو مستوى الخدمات داخل النادي اللي بتقدم لأعضاء النادي، أعضاء الجمعية العمومية في المقار والأفرع المختلفة. في البداية برحب بزملائي النهاردة اللي بيكونوا معنا ومع حضراتكم، بنسعد بصحبة حضراتكم على مدار 3 ساعات، ومعايا زملائي الأعزاء عمر ربيع ياسين وأمير هشام. وأبدأ بالترحيب بزميلي عمر ربيع ياسين. مساء الخير يا عمر، وسعيد بوجودك معنا. مساء الخير أستاذ محمد، طبعا أنا اللي سعيد إن أنا أبقى موجود مع حضرتك، يعني أكيد شرف لي إن أنا أبقى موجود مع واحد من أشطر المذيعين اللي ربنا موجودين في القناة، وبالتالي شرف ليا، أخ كبير، وبنتعلم منك وبنستفيد أكيد منك، وبنسعد بشغلك واجتهادك وكل اللي بتقدمه لنا على شاشة قناة الأهلي، وأعتقد بتنال رضا السادة المشاهدين في كل مكان، خاصة في تغطيتك الخاصة جدا والمتميزة للملاعب وكرة القدم العالمية. بعد لقائنا مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي، قلنا يا عمر هيكون معاك مين النهاردة وموضوع الحوار هيكون مين؟ طبعا هيكون معايا الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم، طبعا فقرة مهمة جدا جدا، وبالتالي هنتكلم على النتائج الطيبة والمستوى المميز اللي بيقدمه الكابتن أحمد سامي مع فريق النجوم. هنتكلم معاه عن تجربته الحالية مع الفريق وفرص بقائه في الدوري ومستوى الفريق اللي بيتطور من مباراة لمباراة، وأيضا هنتكلم معاه على الملف الأفريقي الخاص بالنادي الأهلي، وأيضا على مباراة النادي الأهلي القادمة إن شاء الله أمام نادي مصر للمقصة في الدوري العام يوم الخميس القادم. لكن طبعا قبل ما نروح بقى للضيوف، اكيد استاذ محمد معاه بعض الاخبار اللي هنطلع حضراتكم عليها، هناقشها مع حضراتكم مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. لكن وصلني كمان من غرفه التحكم او الكنترول من زملائنا عمر دلوقتي ان بعثه النادي الاهلي، بعثه الفريق الاول لكره القدم، وصلت بالفعل الى مطار القاهره منذ قليل، قادمه من الجزائر بعد التعادل مع فريق شباب الساوره، وده الاسم اللي تم التاكيد عليه بعد كل ما كان موجود في الوسط الاعلامي من اجتهادات حول اسم الفريق في الفتره اللي فاتت. هذا البطل الجزائري المشارك في البطوله وفي دوري المجموعات بعد التعادل الايجابي بهدف لكل منهما. واعتقد يا عمر ان احنا حققنا المطلوب، عندنا افضل، خبراتنا وقدراتنا تؤهلنا للافضل، ولكن على اقل تقدير كل المتخصصين والخبراء كانوا بيقولوا لو ما كسبتش بره ملعبك ما تخسرش في المباريات في دوري المجموعات. طبعا اتفق مع حضرتك تماما، كمان الظروف اللي عندك والاصابات، بتلعب من غير مهاجم وفي نفس الوقت بتلعب على ملعب ترتان او ملعب نجيل صناعي، وبالتالي زي ما حضرتك قلت واخد من كلام حضرتك، حققت المطلوب انك اخذت نقطه من المباراه، 4 نقاط، متصدر البطوله، وبالتالي الناس يا استاذ محمد بتحسب المباريات بالنتائج، يعني الفريق الجزائري خسر بره ملعبه 3-0 امام فريق سيمبا تنزانيا، وبالتالي الاهلي لازم يكسب. الكلام ده مش صح تماما، كل فريق على ملعبه بيعمل اقصى حاجه عنده وبيكون وبيجاهد وبيحاول علشان يحصل على 3 نقاط، نقطه امام النادي الاهلي بالنسبه للفريق الجزائري اعتقد دي كمان مكسب، ان هم يصمدوا امام البطل الافريقي بطل مصر، اعتقد ان دي مكسب بالنسبه للجمهور، وهم الحقيقه اجتهدوا طبعًا. يعني طبعا كان عندهم طموح، وبنحترم كل المنافسين وبنتعامل معاهم بنفس درجة من الاحترام والتقدير لقدراتهم. كان عندهم طموح أمام البطل، أمام النادي الأهلي بتاريخه وقدراته، وبدأوا بالتهديف، لكن خبرات نجومنا ولاعبينا والجهاز الفني قدرت تعادل الأمور ونحصل على نقطة التعادل. وإن كنا دايما بنقول إن هدفنا الفوز في كل اللقاءات، ولكن على أقل تقدير خارج ملعبك لو مش هتفوز بالمباراة، أقل شيء هو ألا تخسر نقاط هذه المباراة أو تلك. زي ما قال عمر كمان في أمر مهم جدا أشرت إليه وبتفق معاك تماما، فكرة إنه في حالة عدم توفيق بتلاحق الفريق رغم كل الجهد المبذول. مجلس الإدارة أنجز الكثير والكثير طبعًا. صفقات سوبر بكل الأسباب وبإجماع الأراء، وعدد من اللاعبين بيتم تصعيدهم مع نجوم كمان من الشباب من الدوري المصري انتقلوا للنادي الأهلي، لكن لسه بنواجه حالة عدم توفيق بإصابات بتضرب نجومنا المؤثرين جدا، وآخر هذه الإصابات نجمنا وليد سليمان اللي بيؤكد طبيب الفريق الدكتور خالد محمود أنه أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، و
وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف، يعني إصابة نوعا ما معقدة ومؤثرة على واحد من أهم نجوم الفريق. طبعا، وكمان أضيف على كلام حضرتك جيرالدو النجم الأفريقي اللي طبعا قادم من فريق فيتا كلوب، عنده فحص بكرة إن شاء الله عشان هو عائد من الإصابة، علشان نقدر إن احنا نحكم عليه ونشوف هل هيشارك في مباراة يوم الخميس أو هل ممكن يكون موجود من ضمن اللعيبة اللي يتم اختيارها لقائمة المباراة. زي ما حضرتك عارف إن هو اتصاب في آخر مباراة ليه مع النادي الأهلي في الدوري المصري، طبعا مش مقيد في القائمة الأفريقية، وبالتالي كان بيغيب عن المباراة الأفريقية، لكن وجوده طبعا مهم جدا. وفي الوقت الحالي يا أستاذ محمد لازم إن احنا يعني في عودة للمصابين، فلازم يتم لم الشمل ولم اللعيبة كلها تكون موجودة علشان خاطر إن شاء الله الأهلي عنده مهمة صعبة في بطولة الدوري وأيضا مهمة صعبة في دوري أبطال أفريقيا. خلينا نقول للناس كمان بعض الأخبار الإيجابية، إذا كنا بنبدأ بإن في مزيد من الإصابات وهو أمر مؤسف طبعا وبيحزننا جميعا، لكن إن شاء الله قادرين على العودة سريعا لو تعاملنا مع الأمر طبيا وفيما يتعلق بالاستشفاء والتجهيز بأفضل شكل ممكن وبأعلى درجة من الاحترافية. عندنا ثلاثة من نجومنا بيعودوا، سعد سمير، باسم علي، صلاح محسن، بيطمئن الجهاز الطبي للفريق كمان يا عمر الجماهير، جماهير النادي الأهلي كل ما كان على حالة الثلاثي، وإنهم أصبحوا جاهزين طبيا وبدنيا ومن ناحية كمان التأهيل البدني بعد عودتهم من الإصابة للمشاركة في التدريبات الجماعية وطبعا قرار المباريات خاص بالجهاز الفني، وده خبر يعني طبعا طبعا. ومزيد من الأخبار الإيجابية إن مروان محسن خلاص بيتم الإعلان عن عودته خلال 3 أسابيع، دكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي خلاص قال إن مروان محسن بيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف ومستمر خلال الفترة القادمة علشان يكون موجود بعد 3 أسابيع في ظل طبعا نقص الهجومي الشديد اللي موجود سواء أزارو أو مروان محسن. إن الثلاث مهاجمين كانوا غايبين في نفس الوقت، لكن إن شاء الله بنقدر نتعامل مع ده، وده كان سبب من أسباب التعاقد بتركيز كبير مع عدد مهم من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة عشان النادي الأهلي يقدر يواجه أي دروب بيحصل أو أي حالة عدم توفيق كانت مصاحبة للفريق زي مرحلة نهائي البطولة الأفريقية اللي فاتت اللي غاب فيها عدد كبير جدا القوى الضربة للفريق. ما كانش طبعا يا أستاذ محمد يعني البطولة الأفريقية لو كان الأهلي بيلعب بنص بس المصابين اللي كانوا موجودين اعتقد ان الامور كانت غيرت كتير جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي دايما يكون تحت ضغط، دايما يكون معرض للاصابات، وعلى الجمهور دايما انه يكون داعم دايما يكون في ظهر النادي الاهلي علشان زي ما حضرتك عارف الاهلي بطل في كل مكان. معانا على الهاتف واحد من نجوم الكره المصريه السابقين ونجوم النادي الاهلي والمدير الفني لنادي ظفار العماني ولاعب طبعا من اصحاب المهارات الخاصه جدا في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه، الكابتن عظيمه محمد عبد العظيم. خير يا كابتن عظيمه وسعداء بمشاركتك معانا ومبروك الفوز بالبطوله مع نادي ظفار العماني، هذا الفوز اللي تحقق معاك ومع جهازك الفني ومجموعه اللاعبين في نادي ظفار العماني. اهلا بيك، السلام عليكم، و يعني سعيد جدا كنتوا بتهتموا بينا خارج مصر مش انا بس او اي مدرب ثاني متواجد خارج مصر. طبعا ما شاء الله عندنا تواجد كويسه جدا مدربين على مستوى عالي وكلهم دايما بيحاولوا يشرفوا اسم مصر الخارج والداخل. طبعا اهلا بيك كابتن عظيمه. وصلت بعد مباريات صعبه وبعد الفوز على نادي صحار العماني ب5 أهداف نظيفه، واضح مشوار البطوله كان مشوار قوي جدا وفي منافسه قويه وحققت نتائج مرضيه جدا للراي العام الرياضي في عمان وبعروض مقنعه وبعدد وافر من الاهداف كمان. الحمد لله رب العالمين. طبعا ماتش صحارى كان قبل النهائي والنهائي كان كنا بنلاعب في الوقت كويس جدا مع الشباب، كانت السنه اللي فاتت او الموسم ده لعب البطوله العربيه وكانت فرقه كويسه جدا. الحمد لله رب العالمين يعني قادر الشباب المصري مع اللاعبين اللي انا شايف ان هم على مستوى عالي جدا الجهاز الفني والاداري ان احنا ماشيين في مسيره ثابته الحمد لله رب العالمين. كان البطوله طبعا هي رقم 24 في تاريخ نادي ظفار، ان شاء الله رب العالمين نفوز بالدوري السنه دي وتبقى البطوله 25 ونحتفل ان شاء الله مع جماهير ظفار باليوبيل الفضل، دي حاجه طبعا جميله جدا. طبعا انا بشكر اللاعبين اللي متواجدين معانا هنا، طبعا هم قدروا ان هم يحققوا البطوله في عدم وجود اللاعبين الدوليين اللي هم دلوقتي حاليا بيلعبوا مباراه قويه جدا طبعا مع ايران في دور الثمانيه. كان معانا متواجدين معانا من مجموعه الشباب الرديف اللي هم يسموهم او ما يسمى الاولمبي، كانوا على مستوى عالي جدا في الفتره اللي فاتت وقدروا برضه ان احنا وقدروا يثبتوا وجودهم في الفتره اللي فاتت دي،
ان شاء الله اكيد هيبقى فيهم دور الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا. انا طبعا كنت وانا بسمع وبتلقى الخبر بوجودك معانا ومداخلتك معانا يا كابتن عظيمه، كنت بسمع من زملائي وبتاكد من الخبر وصحح لي يا كاس الاتحاد الاسيوي للانديه هو اللي تحقق بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اللي فزت بالاتحاد العماني، هي كاس الاتحاد او كاس عمان لكره القدم، كاس الاتحاد العماني لكره القدم البطوله اللي حققها الكابتن محمد عبد العظيم، وهو بيكمل سلسله من النجاحات لعدد من المديرين الفنيين المصريين في كره القدم اللي اتعاملوا مع الاتحاد العماني او في البطولات والمسابقات المحليه في عمان لكره القدم، منهم على سبيل المثال كابتن محمد عمر وكابتن شريف الخشاب. هل في حاله نجاح مستمر بتتحقق لاسماء مصريه في كره مع كره القدم العمانيه كابتن محمد؟ لا طبعا، يعني في ما شاء الله في كمان برضه كان متواجد هنا في الكابتن حمزه الجمل، كان متواجد قبل كده كان متواجد الكابتن فارس القناش، الكابتن مختار، يعني الحمد لله رب العالمين المدربين المصريين اللي بيجوا عمان هنا اللي بيجوا عمان بيسيبوا بصمه كويسه وايجابيه، وبالتالي دايما يعني الانديه العمانيه دايما تبحث عن المدرب المصري. الحمد لله رب العالمين، المدرب المصري مشرف الكره المصريه هنا وعمان، وانا اعتقد كمان كانوا بيشتغلوا في السعوديه او في اي حته ثانيه، ما شاء الله على المدرب المصري جالس كويس، وان شاء الله رب العالمين دايما يعني يكملوا المسيره بتاعتهم سواء في خارج او داخل الوطن ان شاء الله رب العالمين. هختتم معاك بالسؤال ده يا كابتن محمد، كنت واحد من اصحاب المهارات الخاصه جدا في فتره سابقه في النادي الاهلي في منتخب مصر، تجربتك في الاحتراف في الدوري الالماني، وكان الجمهور عارف ستايل محمد عبد العظيم اللاعب النجم والموهوب والمهاري، عايز اعرف رايك من خلال خبراتك المحليه والدوليه في عالم كره القدم في تحركات النادي الاهلي، عدد من الصفقات مميزه جدا لاسماء كبيره في عالم كره القدم، وفرص النادي الاهلي والمنافسه سواء في الدوري المصري او في البطوله الافريقيه. لا، النادي الاهلي طبعا يعني انا شهادتي فيه مجروحه طبعا، انما النادي الاهلي نادي عريق، نادي كبير، دايما بيمر بمراحل صعبه وسرعان ما يقوم، فطبعا النادي الاهلي بيمر بمرحله الاصابات او عدد من المساعدين عندهم اصابات اللي هي طبعا بتعطل شويه، انما انا شايف ان النادي الاهلي دايما ثابت ونتيجه ايجابيه عملها طبعا في الجزائر، وان شاء الله رب العالمين. طبعا قبلها كان كسبان فرقه قويه جدا، الماتش اللي جاي هيكون برضه بالنسبه لافريقيا طبعا هيكون مع السن هيكون برضه مستاهل، انما انا متاكد ان النادي الاهلي هيكون في اول المجموعه ان شاء الله، احسن المركز الاول في المجموعه ان شاء الله رب العالمين، وطبعا انا عارف ان يعني او متاكد ان هم ان شاء الله رب العالمين الفتره اللي جايه في الدوري العام يقدروا يعني فارق النقاط مع الانديه اللي هي اللي فوق، ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يستطيع انه يحاول يقلل او يقلص عدد النقاط دي في الفتره اللي جايه، وسرعان ما يحتل ان شاء الله رب العالمين قمه الدوري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مع احترامنا طبعا مع الانديه. طبعا مع احترامنا لكل المنافسين. بشكرك جدا، سعداء بمشاركتك معنا يا كابتن محمد، ويعني مزيد من النجاحات في الفتره الجايه ان شاء الله، ومبروك لك ولجهازك الفني وللمسؤولين في نادي ظفار العماني الفوز بكاس عمان او كاس الاتحاد العماني لكره القدم، هذا الفوز بعد مشوار من المباريات والمنافسه القويه مع باقي الانديه المشاركه في مسابقه كاس عمان. بشكرك جدا كابتن محمد عمر، تعليقك، واعتقد كابتن محمد له في ذاكره المصريين الكثير من النجاحات سواء دوليا او محليا في كره. طبعا كابتن محمد عبد العظيم او كابتن عظيم واحد من المدربين اللي انا كنت بتشرف ان هو كان موجود في نفس الوقت اللي انا كنت موجود فيه في قطاع الناشئين، واحد اتفرجت على شغله كان لسه مخلص المسيره الاحترافيه ورجع يطبقها في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طبعا لقت نجاحات كبيره جدا، في نفس الوقت ان هو مدير فني شاطر بيذاكر بيحب ياخد دورات، البطوله الثالثه في تاريخ نادي ظفار العماني وبالتالي بيحقق ارقام. لكن بقى حضرتك انا كنت عايز اعرف هل ممكن المدرب المصري يبقى زي اللعيب المصري شويه ويحن ان هو يرجع لمصر بعد نجاحات، ولا ممكن يستمر ويبقى موجود ويحقق مزيد من الانتصارات ومزيد من التنقلات؟ انا شايف كابتن عظيم واحد من المدربين المميزين اللي لو اتمنى ان هو يرجع مصر لازم يرجع لفريق يليق بيه علشان يحقق معاه نفس الطموحات اللي حققها
متوقع له لو رجع ان شاء الله يبقى له تجربه مميزه او ناجحه في مصر ان شاء الله. طبعا وكمان هو كان تجربه ناجحه مع النادي الاهلي وكان موجود في الجهاز الفني وحقق النجاحات اللي كانت موجوده. تعال نروح بقى لكريم احمد طبعا مراسل قناه النادي الاهلي علشان نقول له الحمد لله على السلامه، خلاص وصلوا مطار القاهره. كريم طمني عليك. برحب بيك زميلي عمر، اهلا بيك، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا كمان للزميل العزيز محمد الجندي. لسه واصلين والله يا عمر في المطار اهو، لسه الاجراءات لسه ما خلصتش، لكن الحمد لله يعني كنا وصلنا بالسلامه، ورحله شقه زي ما قلنا، ورحله الذهاب كانت شقه ورحله العوده كانت شقه، لكن الحمد لله وصلت بسلامه الله بعثه النادي الاهلي. لحظات خلاص ونطلع جميعا، اللعيبه الجهاز الفني مستر خالد برندلي الكل ان شاء الله هيخرج من المطار زي ما كنت قلت قبل كده في رسائلنا. النتيجه طيبه، ويمكن كلمت الكابتن محمد يوسف والمستر مارتن كنا بنتكلم في الطائره على مدى رضاه عن هذه المباراه في ظل الظروف الصعبه والغيابات والترتان ونجيل الصناعي والجمهور وحاجات كتير جدا كنا بنتكلم عليها، قال في ظل التوقيت ده لابد تجميع نقاط في دور المجموعات، عندنا ظروف كبيره وعندنا ظروف خاصه لفريق الاهلي من الغيابات من الاصابات، لعيبه كمان بنفقد عدد كبير من اللاعبين كل مباراه، واخرها طبعا وليد سليمان اللي حبينا طبعا حابين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليه. وليد سليمان ان شاء الله باذن الله الموضوع ما يبقاش زايد عن نسألات رباط الصليب ونسألات حاجات كتير جدا، لكن ليه لقاء مهم جدا ان شاء الله يذاع على الشقه قناه النادي الاهلي مع طبيب النادي الاهلي خالد بن محمود، وضح بشكل عام الصوره الخاصه بوليد سليمان. لسه قرار الوقت وقرار ان يكون في تدخل جراحي او الامور ماشيه ازاي لسه لم يتم حسمه حتى هذه اللحظه. الدكتور خالد محمود عنده بعض الاشاعات لوليد سليمان خلال المرحله اللي فاتت او خلال الشهر اللي فات، هيبقى في ربط بين الاشعه اللي تمت في الجزائر والاشعه اللي متواجده في القاهره، لان ممكن يكون القطع او المزق البسيط او القطع اللي فيه الغضروف يكون قديم عند وليد ما يكونش من هذه المباراه، فلسه يمكن المقارنه لم تتم حتى هذه اللحظه، لكن وليد ان شاء الله يمكن شايفينه ماشي على رجليه الحمد لله، كنا خايفين ان رجليه تورم اكثر من كده لان كانت ورمه بشكل كبير جدا يوم المباراه، لكن الحمد لله ان شاء الله وليد باذن الله ان شاء الله بعد التشخيص غدا في تدريب لفريق النادي الاهلي في تمام الساعه الرابعه، ويكون وليد سليمان متواجد لفحص الاشعه والمقارنه بين الاشعتين، وان شاء الله باذن الله وليد يعود من جديد. بجانب وليد طبعا سليمان، لا اللعيبه يمكن الحمد لله كل اللعيبه مفيش اي حد بيشتكي من حاجه باستثناء وليد سليمان. تدريب غدا زميل عمر الاستاذ محمد الجندي، تدريب غدا لفريق النادي الاهلي نظرا لضيق الوقت الكبير. النادي الاهلي مباراه مصر المقاصه كانت محدده ليها في السويس، مباشره فوجئنا ان هي تكون في استاد برج العرب، مفيش وقت خالص، فان شاء الله باذن الله يكون تدريب الغد بسيط وخفيف وجرعه تدريبيه يستفيد بها النادي الاهلي. وانا معاك زميلي عمر وزميلي محمد لو فيها استفسار برضه انا معاك. يعني اعتقد ان كريم انت قلت كل حاجه، لكن عايز اطمن منك على الحاله النفسيه لوليد سليمان بعد تلقي خبر الاصابه، هل هو بحاله نفسيه جيده؟ هل عنده ان شاء الله يعني الاراده والعزيمه ان هو يرجع اسرع من الوقت اللي المفروض ان هو يرجع فيه، ولا ايه الامور عندك؟ طمني. يمكن بخبره وليد سليمان وقيمته الكبيره يمكن هو عنده رضا كبير جدا سواء في الاصابه او ما بيحرق اهداف او ما بيبقى كويس، عنده رضا كبير وواضح. يمكن كمان سالت وليد استقبلت الاصابه ازاي؟ قال قدر الله ما شاء فعل، احنا لازم نحمد ربنا في السراء وفي الضراء، وبالفعل ان شاء الله عشان كده بنقول ان شاء الله وليد ما تبقاش حاجه كبيره عليه، وليد من اللعيبه الملتزمه واللعيبه المجتهده والنادي الاهلي محتاجه بشكل كبير، وكابتن يوسف كمان اكد على كده، مستر مارتن اكد ان وليد سليمان النادي الاهلي محتاجه بشكل كبير جدا. طبيعي عمر لما بيبقى في اصابه في التوقيت ده والفرقه ما فيهاش لعيبه وفي نقص طبعا اكيد بيبقى في حزن، لكن وليد متماسك بشكل كبير، وان شاء الله كل الدعم ليه من جمهور النادي الاهلي مجلس الاداره كل الناس ان شاء الله تكون في ظهر وليد سليمان للعوده من جديد ان شاء الله سلسله الانتصارات ومع فريق النادي الاهلي باذن الله. بشكرك يا كريم وحمد لله على السلامه، وان شاء الله تكون موجود معانا في لقاءات قادمه. طبعا يعني كان خبر مهم جدا، خبر مهم جدا، وان شاء الله نطمن ان اصابه وليد باذن الله تتحدد من خلال الخبرات الطبيه الموجوده في النادي والجهاز الطبي للفريق، ونتمنى ان شاء الله الامور تسير في اتجاه انه وليد ما يكونش في حاجه الى جراحه عشان الامور تاخد مدى زمني او وقت اقل في العلاج. واحنا بنقول لحضراتكم مره ثانيه ان النادي الاهلي عنده تجربه بيحرص من خلالها على تحقيق الفوز في كل اللقاءات او المباريات، وانه يعمل عمليه التجديد في صفوف الفريق، اعتقد ده امر صعب جدا يا عمر بالنسبه لاي نادي في العالم، انه مرحله التجديد او اعاده بناء فريق امر عشان يسير بالتوازي مع عمليه الفوز واستمرار النجاح، امر معادله صعبه جدا بيحاول يحققها النادي الاهلي، وهي محتاجه طبعاً وقت طبعاً. التجانس بين عناصر الجهاز الفني الجديد وعناصر اللاعبين والصفقات الجديده مع عدم التوفيق المصاحب للفريق باصابه لاعبين اللي هم الكي بلايرز، يعني كلهم من اللاعبين المؤثرين جدا، وطبعا في اجماع في الراي على ان وليد سليمان واحد من الاوراق الرابحه في صفوف النادي الاهلي، لكن قادرين باذن الله ابناء النادي الاهلي ومحبيه في كل مكان زي كابتن عظيمه اكدوا ان طموح الاهلي بلا حدود، وان احنا حتى رغم فارق النقاط قادرين على المنافسه على لقب الدوري والفوز بالبطوله هذا العام ان شاء الله،
واحترامنا طبعا للطموح المشروع عند كل منافس، ولكن النادي الاهلي دايما بيضع امامه هدف واحد هو الفوز باي لقب بينافس عليه محلي او دولي. طبعا زي ما حضرتك قلت، ويعني مفيش كلام يضاف الى كلام حضرتك غير ان النادي الاهلي دايما هو بيبص على البطوله، بيبص على ان هو يكون رقم واحد، وبالتالي محتاجين جهد، محتاجين كفاح، محتاجين تجانس، ومحتاجين الاهم من كل ده ان جمهور النادي الاهلي يقف في ظهر الفريق ويدعم الفريق ايا كان ايه الظروف. بنقابل ظروف صعبه جدا، لكن زي ما حضرتك قلت انك في الوقت اللي انت عايز تنافس فيه بتتعاقد وبتدخل عناصر جديده، فكل ده محتاج صبر علشان في الاخر يكون في نتيجه ان شاء الله. النتيجه تكون ايجابيه جدا ان شاء الله. احنا وصلنا مع حضراتكم انا وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين الى نهايه فقرتنا الاولى، بنختتمها بتصريح كابتن محمد يوسف بيقول ان الجهاز الفني مدرك تماما تطلعات وطموحات المسؤولين في النادي واعضاء الجمعيه العموميه وجماهير الاهلي ومحبي داخل وخارج مصر، وانه طموحهم بلا حدود، وانهم بيجتهدوا قدر المستطاع في كل اللقاءات وكل المباريات محليا ودوليا لتحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز وجمع أكبر قدر من النقاط والوصول للأداء كمان المقنع للجماهير. بننتهي من فقرتنا الأولى، واللقاءات هتتوالى إن شاء الله مع حضراتكم ومع زملائي عمر ربيع ياسين وأمير هشام. فاصل ونعود ونبدأ في استقبال ضيوفنا في الاستوديو، وفقرتنا الرئيسية اليوم هتكون مع عضو مجلس إدارة نادي الأهلي الأستاذ إبراهيم الكفري. مجلس إدارة النادي الأهلي حريص كل الحرص على التواصل مع مشاهدي القناة وجماهير النادي في كل مكان داخل وخارج مصر، والإجابة عن استفسارات مشاهدينا في كل مكان عن كل ما يتم العمل على تحقيقه داخل النادي، سواء على مستوى القطاع الرياضي وكرة القدم على وجه التحديد، أو على مستوى قطاع الإنشاءات، أو المستوى الخاص بالخدمات اللي بتقدم داخل النادي للأعضاء، وكل ما يتعلق بتطوير المنظومة المتعلقة بهذا الكيان الكبير النادي الأهلي المصري. للحديث في هذه الاتجاهات وما تم تحقيقه في الفترة اللي فاتت والشغل الشاغل أو أولويات عمل مجلس إدارة نادي الأهلي في الفترة القادمة على المستوى الرياضي والإنشائي والخدمي، معانا ومع حضراتكم النهارده في الأهلي ليلة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، أهلا بك. سعداء جدا محمد، أهلا بحضرتك وبكل جماهير النادي الأهلي المحترمة. بشرف ان انا اكون ضيف على حضرتك، ويا رب اكون ضيف دم خفيف عليهم، ويعني يبقى المعلومات ان شاء الله في حدود اللي هم طالبينه، ما نبقاش دمنا تقيل عليهم ان شاء الله. باذن الله نسعد بوجود حضرتك معانا ويكون اللقاء موفق ويجيب عن كل اللي بيدور في اذهان المشاهدين ان شاء الله. استاذ ابراهيم، هنبدا بكره القدم من حيث انتهينا في فقره الاخبار. جريت تقول الناس بعض العناوين الرئيسية على اللي دار في الكواليس الفترة اللي فاتت، التركيز على الملف ده، تأكيد الكابتن الخطيب على فكرة إعادة الهيكلة أو إعادة بناء القطاع والفريق، وكل ما تحقق من نجاحات بالورقة والقلم، يعني بتتحدث عنها الصفقات الأخيرة. والله بص حضرتك، يعني بتبدأ معايا من الحتة أنا ما بحبش دايما أتكلم فيها كتير، وهي كرة القدم. أحب أهتم بيها جدا وأبقى مساند ليها، كمان مش هتكلم فيها كتير لأن احنا جوه مجلس الإدارة زي ما حضرتك عارف بنتكلم وبنتناقش، وفي أمور يعني بتاخد أوقات كتيرة من المناقشة، لكن خلينا في كرة القدم بالذات نتكلم ونحط النقط فوق الحروف ونقول إن ده طبيعي، إن في حاجة اسمها الدورة، دورة الحياة أو دورة لكل فرقة وكل جيل بيطلع بيعمل إنجازاته. شفناه في جيل السبعينات، شفناه في جيل الثمانينات، في التسعينات، الألفينات، اللي هم عملوا جزء كبير من تاريخ مصر. الجيل اللي اتبنى بعد هزة كبيرة في الفترة من 2000 ل 2004 اللي ما خدناش فيها بطولة الدوري، عملنا جيل، والنادي الأهلي أسس لجيل عمل أكبر إنجازات ونقلك نقلة كبيرة جدا، سواء على مستوى بطولة أفريقيا، كاس العالم، احتكر البطولات، كاس العالم، احتكر البطولات لدرجة إن هو رسخ عند جمهور الأهلي فكرة عدم الهزيمة أو عدم التعادل، وده شيء كويس يشكروا عليه. حصل إن الدورة بتنتهي، بنبني جيل تاني أسرع وأكبر، لكن خلينا نتفق إن أنت النهاردة في مسؤول عن الملف ده داخل مجلس الإدارة ومكلف من مجلس الإدارة زيه زي ما بقية أعضاء مجلس الإدارة بيكلفوا بملفات، وهو الكابتن محمود الخطيب. وجرى العرف عادة إن ملف كرة القدم بيكلف به رئيس مجلس الإدارة، بينسقه على الشكل اللي هو بيحبه أو الشكل اللي شايفه مناسب لإدارة الملف. كنا شايفين خاصة وهو الأكثر خبرة تاريخه في كرة القدم. أنا ده اللي أنا عايز أقوله، إن أنا النهاردة كابتن محمود الخطيب هتكلم بقى هنا مش كعضو مجلس إدارة، لا هتكلم كواحد من
كجمهور الاهلاوي خالص، انا شفت وعايشت كابتن محمود جوه النادي الاهلي كعضو عادي في التسعينات، وشفته وهو بيساهم في بناء فرقه بعد ازمه كاس عالم 90 واحتراف كابتن هاني رمزي وكابتن حسام وابراهيم حسن، وحصل نفس الدروب ده، وبعدين الفرقه اتبنت وحصل ان الفرقه بقت قويه جدا وعملت انجازات. نفس القصه 2004 شفنا جيل جه بعده، وجينا شفنا بتريكا وبركات يعني وكابتن وائل جمعه، كل الكباتن العظام وكل الناس دي، بس يا ريت عشان بس الواحد ما ينساش اسم من الاسماء، وشفنا انجازاتهم. الراجل ده ساهم في المرتين دول، ودي المره الثالثه اللي بيبني. معنى ده ايه؟ انه عنده خبرات متراكمه في اعاده بناء فرقه كره القدم داخل النادي الاهلي. انا كاهلاوي بثق في الراجل ده، وعندي ثقه كامله انه قادر على اداره الملف ده وعلى النجاح والوصول ببر الامان بملف كره القدم. اتحملنا او اتحمل هو شخصيا كابتن محمود الخطيب ومعاه مجلس الاداره كثير من الانتقادات، كثير من الهجوم على الهجوم على النوع من سواء كان الهجوم الحميد الانتقاد الحميد او اللي هو بيبقى ليه غرض معين. استحملنا الكلام ده، والراجل اشتغل بمنتهى الهدوء، وشفنا ملف ورا ملف، ملف المدرب يمكن حصل عدم توفيق لكارتيرون رغم ان هو ليه كامل الشكر، احنا واصلين فاينل افريقيا معاه، كامل الشكر على الفتره اللي قضاها. ملف مدرب الاجنبي، ويمكن خاب ظن كل الناس اللي راهنت على اسامي واللي حاولت تعمل سبق والكلام ده كله، وفي هدوء تام تم التعاقد مع لاسارتي. نفس القصه مع تعاقدات النادي الاهلي واحتياجات النادي الاهلي اللي بتديرها اللجنه الفنيه او الاداره الفنيه مع كابتن محمود الخطيب في منتهى الهدوء ومنتهى الاعتياد على الامر الطبيعي في النادي الاهلي، اللي هو انت ما تعملش بروباغندا، ما بتروحش تقعد تقول انا هعمل وهعمل، انت بتتكلم بعد انجاز بعد الصفقة. الانجاز بالظبط تعلن عنها بس. فعايزين نقول ان احنا ده الطبيعي او ده اللي حصل قبل كده. طيب هل احنا بعيد كنادي اهلي؟ او هل برضو عايزين جمهورنا يبقى واعي باللي بيحصل؟ لان انت النهارده الفرق ما بين 2018 2019 والمرتين اللي انا اتكلمت عليهم قبل كده والسبعينات ايام جيل كابتن محمود الخطيب نفسه وكابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى عبده لما كانوا لعيبه مع هيديكوتي، الفرق هو الميديا. فرق ان انا كان عندي زمان جرايد وعندي ميديا عاديه خالص، النهارده بقت داخل في السوشيال ميديا وبقت في ناس مندسه او ناس كتير بتتكلم، انت مش عارف مين اللي بيتكلم ومين بيقول ايه وغرضه ايه. ده بيثير حماس بعض الجمهور اللي بيزايد او اللي بيبقى نفسه يشوف النادي الاهلي بيكسب تاني ومش مستحمل. لكن تعال نراجع بقى النتائج والظروف اللي النادي الاهلي كان فيها ونقول هل هي ظروف طبيعيه، وهل اي نادي تاني جوه مصر يقدر يستحمل ده، ونقارن او لو تعرض اي نادي تاني نفس الظروف دي وحجم الغيابات المؤثره دي كان يقدر يحقق. حضرتك لاعب فاينل افريقيا ب 11 لعيب يكادوا يكونوا اول مره يلعبوا مع بعض، عندك غيابات مؤثره جدا، عندك خط دفاع كله غايب، عندك خط الوسط غايب، عندك خط الهجوم موقوف منه المهاجم الاساسي بتاعك، يعني عندك حوالي 11 12 غياب مؤثرين مش يخلوك تخسر، لا يخلوا اي فرقه، وشفناها في فرق في محليه قبل كده طلعت رابع وخامس الدوري، ساعات كانت بتنافس لكن طلعت رابع وخامس الدوري لما تاثرت بالغيابات دي. نفس القصه شفناها مع فرق ثانيه محليه طلعت من الادوار التمهيديه في بطوله الكونفدراليه او بطوله افريقيا لان عندها غيابات او عندها او الفرقه بتاعتها ما كانتش متكامله. لكن انت كنادي اهلي وصلت للفاينل افريقيا، كنادي اهلي حصل بقى بعد ما بتوصل دايما عاده، وده في علم الرياضة موجود في جميع الألعاب، بعد ما بتوصل للبيك أو القمة بتاعتك في أي مباراة رياضية لازم بيحصل نوع من أنواع الدروب شوية. فحصل بعد فاينل أفريقيا أن احنا لعبنا البطولة العربية، البطولة العربية حصل عدم توفيق فيها وبرضو كان سوء حظ رغم وهبوط بالأداء بعد فاينل أفريقيا زي ما بقول لحضرتك، فطلعنا من البطولة رغم أن أنت مثلا الكرة اللي قبل ما تدخل فيك الجون كان ممكن كرة أزارو لو وفق فيها كنت زمانك معدي. بعديها بقى حصل بقى نزلت بقى تاني خالص لماتش المقاولين وحصل وقفه، وبعد كده حصل ان الفرقه لعبت كذا مباراه مع بعض، ابتدت الفرقه ترجع تاني واحده 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 واحده، كسبنا اربع مباريات مع بعض، ابتديت ترجع وضع طبيعي، فوجئنا برضو بكم اصابات يعني غير مسبوق بتلاحق الفريق لحد دلوقتي بتلاحق الفريق، وعندنا اصابات كتيره
والملف ده ملف. طب هسألك بصراحة أستاذ إبراهيم، هل من الكواليس اللي بتدور بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي الحديث عن فكرة تشخيص أو الوصول للتشخيص السليم لماذا النادي الأهلي هو الأكثر عرضة لإصابات فريق الكرة بالشكل ده، وهل في أسباب ممكن علاجها والعمل على تعديلها، ولا الأمور تتعلق فقط بأسباب طبية بحتة وعدم توفيق مصاحب للفريق؟ لا خلينا برضو إيه ما نبقاش يعني مجحفين للراجل طبيب الفريق، لأن الإصابة دي قبل ما بتجيله ممكن أكون بتكلم مع طبيب الفريق على التأهيل على التشخيص على الكلام ده كله، لكن الإصابة دي ليها عوامل تانية. لكن خلينا نقول إن الرياضة النهاردة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أصبحت أكبر حاجة اقتصادية أو أكبر اقتصاد في العالم، أكبر اقتصاد رسمي شرعي في العالم هو اقتصاديات الرياضة من خلال التسويق وكرة القدم، الـ NBA في أمريكا، الهوكي في أمريكا وكندا، يعني حاجات كتيرة قوي بالظبط كده، وأوروبا التنس ميزانيات ضخمة هي تجاهل تكون أكبر اقتصاد على مستوى العالم. فالنهاردة لما نيجي نتكلم على حاجة زي كده في فريق بحجم النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وتاريخه، لازم نتكلم بطريقة علمية ونتكلم بطريقة محترمة ونشوف غيرنا اللي تعرض للظروف دي حصل له إيه. وأعتقد أن برضو كابتن محمود من خلال إشرافه على ملف كرة القدم مسك القصة دي وابتدى نشوف ظروف الملعب، ظروف التأهيل، ظروف الإصابات، ظروف الإعداد البدني، كل حاجة بتعمل ملف علمي متكامل عشان تتأكدوا إنها على مستوى ما بنخترعش. خلينا نقول إن إحنا ما بنخترعش حاجة جديدة، لكن بنشوف العلم قال إيه. غيرنا بيشتغل بطريقة بقى كذا أو ده مش عارف أصل فيه كذا أو طريق عيب عيب إن أنا كنادي أهلي أو مجلس إدارة نادي أهلي أو منظومة النادي الأهلي أخد جمهوري عشان ألاقي مبرر ليا للخسارة في الحتة دي. لا، نادي الأهلي ده مختلف تماما، أو إن أنا أدور على شماعة وأعلق عليها أي إخفاق. أنا عندي عدم توفيق في الفترة اللي فاتت، عندي سوء نتائج هواجهه وححله بالأسلوب العلمي وبالطريقة المحترمة اللي اعتاد عليها النادي الأهلي، وعمري ما هضحك على جمهوري وعمري ما هطلع أقول أصل في كذا أو ما فيش كذا. لا، هعمل ملف علمي، هدرس كل نقطة فيه، وفي الآخر هوصل للحلول دي وححلها بما ينعكس على إن شاء الله. طب عشان نحسم الحديث في النقطة دي، هنا حضرتك بتأكد ده خبر للمشاهدين، حضرتك بتقول النادي الأهلي قام بمراجعة كل اللوجيستكس والأمور الفنية والتجهيزية والعلاجية والطبية المصاحبة للفريق، فتح الملف ده وراجع كل التفاصيل، والملف ممتد لأن الملف ده ملف مستمر، لأن ده كل سنة بيحصل فيه تطوير على مستوى العالم، فإحنا بنشوف إيه اللي حاصل وده هيبتدي اثاره تظهر ان شاء الله خلال النص الثاني، ان ما كانش يعني وباذن الله هيكون في شكل مختلف تماما خلال الموسم القادم. طيب، وهل على مستوى مجلس الاداره لما بتتحدثوا عن هذا الملف مع الكابتن الخطيب وهو القائم على هذا الملف والمشرف عليه مع اللجنه الفنيه في النادي، هل عندكم النهارده حاله رضا بشكل مبدئي عن ما انجزتوه من صفقات والتعاقدات اللي بنقول انها صفقات سوبر بلغه كره القدم وصفقات جماهيريه ونالت رضا الاعلام الرياضي في مصر؟ هل احنا على بدايه الطريق الصحيح او انطلاقه حقيقيه لتعديل المسار ونتائج الفريق ومشواره؟ الحمد لله. يعني اعتقد ان الصفقات مرضية جدا، صفقات قبل ما تبقى صفقات جماهيرية وصفقات ترضي الجمهور وترضي النقاد هي ترضي الجهاز الفني، وهو ده الاهم عندي طبعا. وانا ده الاسلوب اللي النادي الاهلي بيدار بيه طول عمره، ايه احتياج الفريق، ايه الصفقات اللي محتاجها، وبعمل الصفقات دي. طبعا بيفرق لما بتتعاقد مع نجم عن ما بتتعاقد مع يعني لعيب شايف فيه مش عايزين نقول، لكن بنقول ايه، تأمل انه في المستقبل يبقى نجم ان شاء الله، لان طبعا كل لعيبة النادي الاهلي نجوم مميزين مؤهلين ان هم يبقوا يمثلوا منتخب مصر في اي وقت طبعا. فانا شايف الصفقات الحمد لله وفقنا فيها جدا، كابتن محمود مع إدارة التعاقدات مع الجهاز الفني وفقوا لحد كبير، يبقى توفيق ربنا، لأن طبعا أنت يعني النادي الأهلي كيان كبير واسم كبير وفانيلته تقيلة جدا، ممكن يبقى لعيب مميز جدا في حتة تانية، ولدرجة أنه يلعب
في اوروبا ويحترف خارجيا، لكن ما يقدرش يستحمل الضغوط النفسيه والعصبيه. ويمكن ده شفناه في التسعينات برضو، كان في لعيبه احترفت في اوروبا ولما جت النادي الاهلي ما استحملتش، لان كان الكلام ان هي بتقول احنا في اوروبا كنا بنكسب بنتعادل ممكن نخسر، لكن النادي الاهلي الفرقه لما بنتعادل في ماتش حتى لو بره ارضنا واحنا راجعين في الاوتوبيس او في الطياره الفرقه راجعه زعلانه اكنها ما عملتش اللي عليها. ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني، لانهم لما كانوا في نادي من أندية الوسط في اوروبا بالزبط. ما كانش في الضغوط النفسيه والعصبيه بالظبط كده. كمان في نقطه مهمه يا استاذ ابراهيم، انكم رديتوا بلغه الارقام ولغه التمويل والدعم المالي للصفقات ولقطاع الكوره على كل من شكك في رغبه المجلس الفتره اللي فاتت في الانفاق، لما قالوا المجلس مش عايز يصرف او المجلس مش عايز يمول الصفقات، انتوا رديتوا على ده بالورقه والقلم دون تصريحات. برضو نرجع، وانا انا يعني بحكم ان انا راجل يعني شغلي في الماليات والقطاع البنوك وكده، احب دايما اتكلم بالورقه والقلم ونشوف الكلام العقلاني، لان انت عندك برضو خلينا نقول ان انت عندك في الفيفا حاجه اسمها فير بلاي، ما ينفعش تصرف على مطلقه على فرقه لمجرد انك عندك امكانيات ماليه من غير ما يكون عندك نفس الدخل والمردود المالي. صحيح. انت لازم بتقدم تقرير مالي في اخر الفتره عشان تثبت ان دخلك اكتر او مساوي لمصروفاتك. واذا ما كانش الكلام ده شفنا في ايطاليا فرق بتنزل دوري الدرجه الرابعه لانها ما اثبتتش ازاي هي ادارت الملف المالي ليها. فباريس سان جيرمان من الامثله عليه، عقوبه موقعه عليه، وحضرتك هنا بتشير لملف من اهم الملفات والتفاصيل في لوائح الاتحاد الدولي اللي هي في الفير بلاي الجزء الخاص بالانفاق على كره القدم والتمويل، وان النادي الاهلي بيرد على الجميع بانه بيمول صفقاته بنفسه. بالظبط كده. احنا النادي الاهلي ما عندوش اللي يخاف منه ومجلس ادارته ما عندوش اللي يداريه. احنا عندنا ميزانيه معلنه معتمده بتراجع من الاداره المركزيه لوزاره الشباب والرياضه ومن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبتعتمد يعني بعد اعتماد الجمعيه العموميه طبعا اللي هي صاحبه الحق الاصيل في اداره النادي الاهلي، بيراجع ملف المالي دونا عن اي ملف اخر من الجهاز المركزي للمحاسبات لإبراء ذمة المجلس. فالنهاردة إحنا بنقول اللي عنده استفسار أو اللي عنده تشكك في أي رقم يجي ويراجع الكلام ده. لكن أنت حضرتك بتقول إيه؟ حضرتك بدأت الحلقة خالص وبتقول ملف الكورة ملف الخدمات، وحضف لك عليه كمان ملف النشاط الرياضي. الثلاث ملفات دول زي ما يكون عندك ثلاث أبناء بتصرف عليهم، بيجي واحد منهم مثلا في ثانوية عامة أو ظروف ثانوية عامة بيبقى كل الناس مركزة أكتر للإنفاق أكتر. النهاردة أنا الملف الأولى للرعاية داخل النادي الأهلي هو ملف كرة القدم، لأن هو ده الملف اللي بينعكس ماديا وبينعكس تسويقيا بينعكس كسمعة النادي الأهلي، تاريخ النادي الأهلي مبني على نتائج فرقة كرة القدم. يبقى النهاردة أنا بصرف على الملف ده. الناس بتقول إن إحنا صرفنا وكنا يعني أو إن إحنا كنا بوخلة شوية مش عايزين نصرف، صرفنا والحمد لله ومش سفة، صرفنا باللي يرجع لينا. تقريبا الصفقات زي ما الناس حسبتها في حدود ال 200 مليون جنيه، لكن خلينا نقول هل ال 200 مليون جنيه ده رقم مبالغ فيه كبير جدا؟ قد يكون الناس اللي بتقول الرقم ده عايشه في 10 سنين فاتوا، كان رقم كبير قوي 10 سنين فاتوا، لكن النهارده لما اجي احسبها النهارده في 2018 2019 انا خسرت قد ايه بخسارتي الفاينل افريقيا وعدم وصولي لكاس العالم، خسرت قد ايه بعدم حصولي على البطوله العربيه، خسرت قد ايه تسويقيا كمان، دي فلوس مباشره، خسرت قد ايه، هلاقي ان انا خسرت المبلغ اكبر بكتير من المبلغ اللي انا دعمت بيه. يبقى انا النهارده ليا هدف رايح له، انا بصرف عشان المردود يبقى اكبر بكتير ان شاء الله. كلام مهم يا استاذ ابراهيم، وبيتفق تماما مع اللي اشار له في مداخله سابقه مع قناه الاهلي ومعانا في الاهلي الليله الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره، لما قال كان لابد ان احنا نعرف الراي العام ان كان في بعض التفاصيل الماليه والاداريه التي لابد من ترتيبها داخل البيت الاهلاوي عشان ابدا امول الصفقات كما ينبغي. بالظبط وده اللي تم قبل بدايه التعاقدات. بالظبط كده. انا النهارده عندي يعني انا مفيش يعني احنا ما بنشتغلش داخل النادي الاهلي بالصدفه، او ما بشتغلش داخل النادي الاهلي بالرغبه في ان انا فلان بشكل هوائي او بشكل هوايه، لا عندنا ملفات بتتبني على بعضها. انا النهارده عشان اوصل للرقم ده اشتغلنا من اول يوم على الموارد، اشتغلنا على ملف التسويق. انت النهارده لما يبقى حق التسويق بتاعك مع حق اذاعه المباريات واصل لمليار
جنيه. هو مين اللي جايب المليار جنيه ده؟ فرقة كرة القدم، هنقول انها 80 او 90% ليها مردودها عائد لكرة القدم، يبقى من حقهم خلال الاربع سنين جاية يا سيدي اصرف عليهم ال 200 مليون جنيه دول من المبلغ ده، وبعد كده الفرقة هتصرف على نفسها. فالنهاردة احنا بنوصل للاخر بنقول ايه؟ ان انا دخلي اللي حصل خلال السنة اللي فاتت من ملف التسويق وعقد الرعاية وملف البث التلفزيوني مع الدخل المتوقع يسمح لي بالمصاريف دي. أنا النهاردة بطالب بقى الناس اللي بتعيب على النادي الأهلي أو بتقول أو بتزايد على النادي الأهلي أو بتقول ده مبالغ فيه، تقول لنا هي مواردها إيه وهي صرفت إزاي على ملفها، هي إزاي بتصرف. أنت أنا عندي بقول لك ميزانيتي معلنة، حضرتك ميزانيتك معلنة، حضرتك عندك ميزانية، حضرتك عندك الجهاز المركزي المحاسبات معتمد لك أمورك، هل مسوي أمورك ولا أنت عندك مشاكل لسه مخالفات مالية؟ كل الكلام ده قبل ما تتكلم عن النادي الأهلي شوف أمورك. يبقى هنا حضرتك بتقول رسالة لكل من يشكك في أي أمر مالي في النادي الأهلي، إحنا أوراقنا وتفاصيلنا معلنة ومعتمدة من الجهات المنوط بها اعتماد هذه الأرقام، وإن ميزانيتنا فيها معروضة بشفافية كاملة على الأجهزة المعنية، فما فيش أي مبرر لأي نوع من التشكيك في الأمور المالية في النادي الأهلي. وقد يكون التشكيك هو نوع من أنواع الصراعات عشان عرقلة الفريق، يعني حاجات يعني حاجات صغيره خدنا عليها طول عمرنا انها ممكن تبقى متعمده، لكن في الاخر حتى لو الناس عارفه وصلنا ان ده النادي الاهلي اللي واخد الدوري 40 مره واللي واخد بطوله افريقيا 9 مرات وكاس مصر 36 مره وكاس السوبر، يعني انت وصلت بده النادي الاهلي. لكن لو تفرغت بقى ان انا كل كبيره وصغيره هرد عليها ان انا انشغل، لان في ناس من الجمهور طبعا بتبقى زعلانه جدا وحزينه على النادي الاهلي او بتغير على النادي الاهلي جدا وعايزانا نرد على كل كبيره وصغيره. لو وقفنا للكلام ده زي ما حضرتك تبقى ماشي بالعربيه في طريقه حد مثلا يزحمك او يشتمك او كده، مش هتمشي، مش هتبص على الناس على الحاجات دي وعلى الصغائر دي، دي صغائر النادي الاهلي بيترفع عنها. لكن برضو ما يمنعش ان في وقت من الاوقات مجلس اداره النادي الاهلي بيبقى عنده القدره على الوقوف واتخاذ المواقف واتخاذ الاجراءات اللي تحفظ هيبه مفهوم بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي بالقانون كده. بالاجراءات القانونيه كده. مش بالدخول في اي نوع من المعطرات بالظبط. طيب. كده ايوه، عشان التركيز زي ما حضرتك قلت على اننا نشتغل وننجز بالزبط. مش نشتغل ننشغل بمعارك جانبيه. طيب هننتقل من ملف كره القدم، وان شاء الله المردود يظهر خلال الفتره الجايه، لملفات كثيره جدا. عندنا ملف الانشاءات والتطوير الخدمي داخل النادي. خلينا نبدا بفرع التجمع، مشروع عملاق بدا بالفعل في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون هو المشروع الاكبر في الفتره الجايه اللي بينجزه مجلس الاداره الحالي والمسؤولين في النادي الاهلي. يا ريت تكلمنا شويه عن تفاصيل هذا المشروع والمميزات اللي هتميز هذا المقر الجديد من مقر النادي الاهلي. يمكن حضرتك يعني برضو استضافته قناه الاهلي والبرنامج برنامج الاهلي الليله، استضاف المهندس سامح علي كامل المستشار الفني وشرح بالتفصيل الخطه الانشائيه للنادي الاهلي. زميل العزيز استاذ طارق انديل برضو جه واتكلم عن العضويه وعن ظروف الاشتراكات. خليني بقى انا ابص من منظور تاني ونقول ايه المشروع النادي الاهلي وايه خطه النادي الاهلي النهارده واحنا بنفتح فرع، يعني او احنا وكانت مبنيه يعني دي يعني خبرات متراكمه وجيل بيكمل جيل. يعني احنا من فرع مدينه ناصر لفرع الشيخ زايد لفرع التجمع الخامس. انا على المستوى الشخصي هقول لحضرتك حاجه عن خبره شخصيه. انا سنه من 20 سنه بالظبط كنت مدير فرقه السباحه في النادي الاهلي، وكنا لسه فرع مدينه ناصر لسه فاتح بقاله سنتين وكان فرع بكر لسه، ولما رحنا واسسنا لمدارس السباحه ومدارس الالعاب هناك قلت لهم ان مستقبل الرياضه في النادي الاهلي جوه الفرع ده، لانه لسه كانت منطقه مدينه نصر منطقه لسه جديده او كانت منطقه سكنيه لسه ما بقالهاش 10-15 سنه، فكانت اغلبها حديثي الزواج وكانوا صغار السن، فكانت الاعمار السنيه المشتركه عندنا اقل بكتير من اللي موجوده في الجزيره، لان الجزيره منطقه الزمالك والمهندسين وسط البلد كانت منطقه اكبر شويه متوسط الاعمار فيها اكبر الأعمار. فكان عندنا رافد رئيسي. النهارده حضرتك لما تيجي تراجع في النشاط الرياضي التكوين هتلاقي اغلبيه الفرق الرياضية مكونة من الناس اللي بدأت النشاط في فرع مدينة نصر. نفس القصة في الشيخ زايد. الشيخ زايد برضو كمنطقة سكنية حديثة
كانت دخلنا وخدنا الارض دي، ويمكن حصل عدم توفيق شويه في الشيخ زايد انها خدت فتره طويله من المجالس السابقه، لان حصل ظروف بعد ما خدت الارض، ظروف ثوره 25 يناير وبعدين توقف والظروف اللي حصلت في البلد. فيا دوبك عقبال ما افتتحنا اللي كان مجلس مهندس محمود طاهر سنه 2015 كانت اتاخرنا شويه. يمكن نيجي بقى على ملف التجمع، ويمكن الناس بتقيس على الكلام ده. وجهة نظر في التجمع كانت ان حضرتك تعمل شبكة الخدمات بتاعتك متصلة في كل حتة في القاهرة الكبرى. احنا النهاردة عندنا في الشيخ زايد، عندنا في وسط البلد في الجزيرة المقر الرئيسي التاريخي للنادي الأهلي، عندنا فرع مدينة نصر في مدينة نصر ومنطقة مدينة نصر ومصر الجديدة. شفنا القاهرة الجديدة أمل ومستقبل، وبرضو نفس القصة متوسط أعمار صغير فرق. وكمان المنطقة دي تتميز إن ما فيهاش أندية بالمعنى الرياضي فتحة هناك لسه، فيمكن يكون النادي الأهلي هيبقى عنده ميزة تنافسية بالتواجد، عنده ميزة في الحتة دي، وفي انتظار كبير لي مشروع كبير وضخم، منطقة عملاقة، لأن النهاردة أنت المنطقة دي تقدر تخدم التجمع الخام، التجمع كله بكل ضواحيه، الامتداد الخاص بالمنطقة دي اللي فيه عمران وتوسع، بتخدم العاصمة الإدارية الجديدة، وبتخدم حواليها مناطق كتيرة جدا تقدر تبقى مشتركة، وتقدر انها يعني تجيب اولادها ويبدأوا يتعلموا الرياضة في النادي الاهلي. طبعا اسم النادي الاهلي كفيل انه يجذب الناس للاشتراك، لان احنا النهاردة خلينا نقول ان الاسرة المصرية معدل صرفها بقى مختلف، يعني بقى في معدل صرف كبير على الرياضة، والرياضة بقت من الحاجات المهمة والأساسية في مصاريف الأسرة المصرية بالضبط، والمكلفة زيها زي التعليم، زيها زي الأكل والشرب. في ناس بتشوف أن الرياضة دي مكمل، وبقت بتقتنع بيها أنها مكمل في التربية من لأنها لأولادها، بس أنها مش رفاهية، دي نمط حياة بالنسبة لأولادهم، أمر مهم جدا. بالضبط. طبعا نهيك عن الأمثلة الرياضية المميزة سواء نادي الأهلي أو على مستوى مصر كلها، بيجذب الناس أنها نفسها تشوف ولادها بالنجاحات الرياضية دي. فالنهاردة النادي الأهلي راح للناس دي، وراح في منطقة مميزة جدا في التجمع الخامس. يمكن احنا النادي الأهلي متواجد في حتة اسمها الجولدن سكوير أو المربع الذهبي في التجمع الخامس، اللي هو في مكان متوسط لكل المشاريع المميزة هناك، وبيخدم جميع الناس، جميع الفئات وجميع اللي حضرتك بتتكلم عنه. ده حاجه مهمه جدا، لانه كتير من مشاريع العقار في التجمع بتبني تسويقها ودعايتها للعملاء، بتقول لهم احنا في الجولدن سكوير، بالظبط كده، افضل منطقه في التجمع. بالظبط. النهارده برضو لما عشان حضرتك قياسا على ده، احنا خدنا الخبرات دي من فرع مدينة نصر، كانت الناس بتقول امام النادي الاهلي، النهاردة في الشيخ زايد بيقولوا امام النادي الاهلي، النهاردة في التجمع ابتدى في مشاريع جديدة تطلع وتقول بقرب من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبيع للمشاريع دي، النادي الاهلي اسم كبير. فاحنا ان شاء الله متوقعين في يعني يبقى في اقبال كبير جدا. يمكن الفتره اللي فاتت احنا الفرع كان لازم استاذ ابراهيم خدته الموافقات في زمن قياسي بالنسبه لموافقه فرع جديد لاي دي نادي. دي حقيقه، ويعني يمكن بذل مجهود كبير جدا، ومحدش تاخر ان هو يقدم كل جهده عشان نحصل على الموافقات باسرع وقت. وفي نفس الوقت احنا ما كناش قادرين نسوق او نعمل الكلام ده قبل الجمعيه العموميه، كنا الدراسه بتاعتنا كنا عاملين حسابنا على ان يبقى عندنا حوالي تقديم ل 50 عضويه اسبوعيه. الارقام اللي عندنا لا اكبر من كده بكتير، يعني احنا يمكن بقالنا بالظبط شهر ونص، احنا المتوسط الاسبوعي بيتراوح من 150 ل 250 عضويه، طلبات عضويه، ارقام يعني بنتكلم في الشهر ما يزيد عن 1000 عضويه بالظبط تتقدم لفرع التجمع. بالظبط كده. طيب يعني الخطه ماشيه كمان، لان ده بيبقى له انعكاس على الموارد والتمويل وسير حركه العمل في الفرع الجديد. طبعا. وعايز اقول يعني برضو من هنا ان فرع التجمع، لان في كلام كتير اتقال ان الفرع ان شاء الله هيبقى جاهز خلال 3 لـ5 سنوات والكلام ده كله، لا الكلام ده مش في خطتنا خالص. فرع التجمع قياسه غير القياس على فرع الشيخ زايد، لان الشيخ زايد زي ما بقول قلت لحضرتك حصل ظروف للدوله ككل اثرت على مواعيد افتتاح الفرع، لكن احنا الخطه واللي اقرها المهندس سامح علي كامل لما كان مع حضرتك ان احنا ان شاء الله خلال سنه ونص يعني منتصف 2020 يكون النادي الاهلي فاتح
للاعضاء ويقدروا يدخلوا ويمارسوا رياضتهم ويقعدوا ك ده في مرحله تكون هي المرحله الاولى المرحله الاولى والرئيسيه اللي هتبقى اكتر من نص النادي. وحتى الشيخ زايد لما تم افتتاحه بعد التعطل اللي حصل نتيجه للاحداث اللي حضرتك اشرت اليها كان على مراحل دلوقتي، يعني الافتتاح تم بمراحل ولسه في فرص ثانيه. لا الشيخ زايد طبعا حصل تاخير وابتدينا نرفع برضو معدل الاشتراك في الشيخ زايد، لان كمان احنا ان شاء الله في 1 فبراير في زياده في العضويه في الشيخ زايد من 125,000 ل 175,000. فمعدل العضويات اللي جايه في الشيخ زايد خلال الفتره اللي فاتت دي اذا كنا بنتكلم في التجمع على 150 ل 250، لا الشيخ زايد بيوصل في الاسبوع من 300 ل 500 عضويه ومش ملاحقين. يعني احنا الاسبوع اللي فات عاملين 4 لجان عضويه مش ملاحقين على الشيخ زايد. الناس معتبره ان دي فتره فيها اوفر مميز للاشتراك قبل زياده قيمه العضويه، وميزه لان هم شافوا الشيخ زايد وشافوا المستوى بالامانه. استاذ ابراهيم القيمه اللي بداتوا بيها في التجمع، قيمه الاشتراك حاليا 200,000 جنيه حاليا بتدفع، ممكن في نظام تقسيط مع النادي دايركت بتدفع نص المبلغ وبتقسط الباقي على 4 سنين، وهنيجي للتفاصيل دي كلها. بشكل كمان مريح جدا في طريقه بالظبط على اساس ان في فتره، وبرده الشيخ زايد في امكانيه للتقسيط. لكن اللي عايز اقوله كمان ان احنا الشيخ زايد الرقعه الحاليه اللي موجوده يعني تم انجازها خلال الفتره اللي فاتت، لكن طبقا للخطه الانشائيه اللي اتناقشت مع حضرتك الاسبوع اللي فات احنا ان شاء الله هنضاعف الرقعه دي خلال السنه اللي احنا فيها، بحيث ابقى عندي استعداد. انا ما باخدش يعني دي ميزه النادي الاهلي برضو عشان نقارن مع بعض الانديه، مش هقول المنافسه، لكن بعض الانديه المنتشره اللي عندها نتورك او شبكه انديه. الميزه ان انت مثلا فرع الشيخ زايد 125 فدان، الانديه دي بتبقى من 5 ل 10 فدانين، بيبقى حجمها صغير جدا وبتقبل عضويات مستمره. بعد فتره بيحصل تكدس انا النهارده عندي ما عنديش تكدس في الشيخ زايد، لكن ابتدى يحصل ان الفرع فعلا بيبقى مرتادين وكتير جدا، لان الفرع جميل جدا، الخدمات فيه ممتازه على اعلى مستوى، الناس شايفه مستوى الخدمات سواء الخدمات الرياضيه في الجيم او الخدمات لاولادهم، الخدمات الاجتماعيه، الملاعب الترفيهيه للاطفال، كل الكلام ده مميز بشكل غير يعني شكل جميل جدا واتعمل بشكل ممتاز في الشيخ زايد، الناس شايفاه. فلازم نضاعف الرقعه خلال السنه الجايه بحيث اقدر استوعب اعضاء جديده. انا مش بنفس مستوى بالزبط. الخدمات بالظبط، وزي ما المهندس سامح علي كامل قال لحضرتك في خطه الخمس ملاعب بالظبط كده بالظبط، والخطه دي اتناقشت في اول السنه وبناء عليه حددنا حجم العضويات اللي اقدر اقبلها. يعني احنا محددين حجم العضويات في 2019 واخدين موافقه الجمعيه العموميه على 5000 عضويه. طب الرقم ده انا جبته منين؟ ما بنشتغلش كده عشوائي ان انا خلاص، لا احنا عملنا حسابنا ان احنا هنفتح الملاعب دي، هنفتح اماكن للجلوس، هنفتح كلاب هاوس او مبنى اجتماعي جديد، وبناء عليه اقدر استوعب 5000 عضويه جديده. يعني بتعملوا دراسه للمتوسط طبعًا المتوقع خلال عام كامل طبعًا متوسط العضويات المتقدمه بناء على الارقام اللي بتجيلنا. ونفس الكلام في التجمع لما قلنا ان احنا هننجز الخطة الإنشائية بتاعتنا خلال سنة ونص، وإن شاء الله احنا بنضغط جامد، مجلس الإدارة وكابتن محمود ما بيتوصلش القصة دي مع اللجنة الهندسية في ضغط جامد، إن في سرعة الإنجاز، في سرعة يعني الإنجاز إن احنا عايزين قبل سنة ونص نكون جاهزين ونفتح عشان نستقبل مزيد من الأعضاء والناس المحبين النادي الأهلي. يقدروا مهم يعني هنا حضرتك بتصرح للجميع، بتقول إن النادي الأهلي بتطمن أعضاءه في كل المقر والأفرع إنه دايما عنده فيوتشر فيجن أو رؤية مستقبلية طبعا للمساحة العمرانية من خلال اشتراطات معينة بمساحات الأراضي اللي بياخدها أو بيحصل عليها لأي فرع. بالظبط كده، وهقول لحضرتك الدليل على كده إيه. دليل على كده إن احنا مثلا في خلال اعتمادنا للائحة النادي، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، كان في جزء من الاعتراض كبير جدا على موضوع اشتراكات الفروع، وكان الاعتراض الرئيسي جاي من أعضاء النادي مرتادي فرع مدينة نصر، وقالوا لو احنا اتعاملنا كفرع يبقى من حقك تفتح اشتراك الفرع ده لوحده، احنا حجم الكثافة اللي موجودة في الفرع ما تستحملش اشتراكات جديدة. وفعلا عندهم حق، بنحاول نلاقي حلول دلوقتي، والمناطق الجديدة اللي بيتم إنشائها منطقة الفود كورت الجديدة مع منطقة الجلوس الجديدة للأعضاء هتبقى
اعتقد كان المهندس سامح كان قايل انها حوالي 10000 متر. ده بالنسبه للفرع لفرع مدينة نصر ومساحات الانتظار كمان اماكن الباركينج بالظبط كده. وبناء عليه لما لقينا ان الكلام ده صح وراجعنا عدد المرتدين وراجعنا قد ايه النشاط الرياضي موجود. اشتراك اولاد الاعضاء في النشاط الرياضي كل ده هيأثر على مستوى الخدمه المقدمه ليهم. اقرينا في اللائحه ان فرع مدينه نصر يستثنى من الكلام ده ومفيش اشتراك فرع في مدينه نصر عشان انا وصلت للكثافه القصوى. قدامنا صور من الفروع المختلفه ودي الانشاءات الجديده وعمليه التطوير ده في فرع مدينه نصر. يعني هنا يا استاذ ابراهيم حضرتك بتطمن بتقول مجلس الاداره بيؤكد لكل القادم للاشتراك في اي فرع من فروع النادي الاهلي انه مفيش ضغط على الخدمات اللي هتقدم له لاسرته مستقبلا لان النادي الاهلي بيراعي هذا في اتخاذ مساحات او الحصول على مساحات ضخمه جدا من الاراضي تكفي لمراحل من الانشاءات ومن الخدمات. بالظبط كده. يعني انت عندك حضرتك احنا تقريبا اللي تم انشاؤه في فرع الشيخ زايد اقل من 1/5 المساحه اللي حضرتك مستهدفها ومساحه المشروع. فانت عندك توسعات كتيره طبقا لخطه انشائيه لمده 4 أو 5 سنوات لكن عندنا حاجات سريعة خلال السنة الجاية إن شاء الله بحيث أقدر أستوعب 5000 عضوية اللي أنا أقرتها أو خدت موافقتها من الجمعية العمومية. نفس القصة في التجمع النهاردة إحنا بنقبل عدد وعاملين حسابنا على عدد معين من العضويات خلال السنة الأولى من 3-4000 عضوية والمفاجأة إن إحنا وصلنا لتلت العدد ده في فترة قصيرة جدا بحيث ان انا لما افتح في 2019 ما يبقاش عندي كثافة. فانا النهاردة لو وصلت للعدد اللي انا محتاجه عشان في المرحلة الاولى تستوعبها هوقف العضوية وهستنى بقى قرار الجمعية العمومية اذا كنا نزود المبلغ لاشتراك التجمع ولا لا. نفس القصة العضوية العامة اللي هي بتسمح لك بارتياد جميع فروع النادي اللي موجودة حاليا او المستقبلية. النهاردة سعر العضوية دي او قيمة الاشتراك 350,000 جنيه بداية تشمل كل الفروع. بداية من شهر فبراير هتبقى الاشتراك فيها 500,000 جنيه. ده برضو احنا رفعناه لان الكثافة زادت في الفروع بصفة عامة. ففي ميزة بقى للناس اللي بتشترك في التجمع وفي الشيخ زايد الفترة دي انه لو حب طبقا للائحة النادي الاهلي اللي اقرتها الجمعية العمومية خلال 4 سنوات يستكمل عضويته هيدفع المقياس بتاعه هي الاشتراك قيمة العضوية العامة خلال فترة اشتراكه اللي هو 350,000. من بعد 1 فبراير لو حب يستكمل هيستكمل على قيمة 500,000. يعني هنا كمان بنقول ان في ميزة من هذا التاريخ حتى نهاية شهر يناير 2019 في ميزة في أسعار الاشتراكات في كل المقر لأن في زيادة خلاص بيعتزم المجلس ما قدرش قررتوها مش معتزم المجلس مجبر عليها لأن التكاليف لا غير كده كمان انا حضرتك انا ده مش قرار مجلس اداره ممكن اجله مثلا لواحد مارس. يعني كان في كلام من الناس ان طيب احنا في ناس مسافره او ناس بره مصر او الكلام ده كله يا ريت تاجلوها لمثلا 1 يوليو تبقى السنه الماليه الجديده والكلام ده. فده قرار جمعيه عموميه ما اقدرش اعدله ما عنديش السلطه على تعديله. ده القرارات دي اعتمدت من الجمعيه العموميه ما اقدرش ارجع فيه. فيوم 1 فبراير الحاجات دي هتعتمد. وهنا برضو بقول ان احنا عشان برضو حصل لبس للناس ان احنا موضوع المقابلات الشخصيه واعتماد الاعضاء او الكلام ده كله احنا بنسهل على الناس اللي متواجده خارج مصر ان هو من خلال توكيل يقدر يوكل حد من قرايبه او اللي موجودين بحيث يجي وبيحضر عنه المقابله وبنطلب منه جميع الاوراق والمستندات وبنشوفها ولو شفناها انها مستكمله وانها مستوفيه كل الشروط بيتم قبول عضويته من غير ما يضطر ان هو يجي بنفسه بالظبط. ممكن يكلف حد من بنحاول نسهل على الناس لان احنا عندنا كم تليفونات من وكم استفسارات من ناس اهلاويه جميله مقيمه في الخليج بحسب ظروف عملها وكانوا عايزين يستفيدوا بسعر بالزبط. العضويه في الفتره بالزبط. دي اللي بالزبط. قبل 1 فبراير بالظبط. فاحنا بنقول لهم ان هم يقدروا من خلال توكيل رسمي بيعملوا في القنصليه المصريه للدوله اللي هو مقيم فيها لاحد اقاربه ده توكيل خاص للحضور في النادي الاهلي وتمثيله بالظبط كده ويبعت الاوراق ويستكمل اوراقه كلها.
ان شاء الله تكونوا موفقين، وخطط العمل دي وخطط التسويق للاشتراكات والعضويات الجديده تلقى كل القبول وتكون لها كمان مساحه من القبول يا رب ان شاء الله، تنعكس على الارقام والايرادات ان شاء الله. هنا حضرتك اكدت كمان ان في تسهيلات في طرق السداد او في تنوع في طرق السداد بالنسبه للعضويات الجديده، تمام. ومنها فرع التجمع انه بالزبط. مش لازم يسدد المبلغ كاملا، في تقسيط على 4 سنوات. احنا عندنا عموما نظام التقسيط في كل الفروع وفي العضويه العامه، بتقدر تدفع 50% وتقسط الباقي على 4 سنوات باضافه بعض الرسوم الاداريه اللي اقرتها الجمعيه العموميه اللي هي خلال الفتره اللي حضرتك عايز تشترك فيها. طيب هننتقل لبعض الملفات التانية خلال الإعلان عن برنامج عائلة الأهلي وبرنامج القائمة اللي خاضت الانتخابات وفازت بأكملها بقيادة الكابتن محمود الخطيب، حضرتك واحد طبعا من أعضاء هذه القائمة. كان في مفاجأة للناس إن الناس توقعت أن قائمة بيقودها الكابتن الخطيب يتركز على بحكم تاريخه الكبير في الرياضة وفي الكرة على ملفات الرياضة والكرة فقط باعتبارها العنوان الرئيسي للنادي الأهلي، ولكن فاجئتوا الناس بأنكم قدمتوا برنامج انتخابي وبرنامج عمل للأربع سنوات بيراعي كل تفاصيل الخدمات وتفاصيل الأسرة واحتياجاتهم، الزوج والزوجة أولادهم في النادي. هل ده عبء ضخم جدا على المجلس إنجازه لأنه بيشمل كل التفاصيل الخاصة بكل أنواع الأنشطة داخل النادي وفي كل الفروع بدأت الشغل فيها في نفس الوقت؟ مش عايز أقول كلمة عبء على النادي أو المجلس، لكن هو واجب على مجلس الإدارة. والنهاردة أنت حطيت رسخت نظام جديد إن هو أن حضرتك بتدخل وبتقول خطة عملك للجمعية العمومية اللي بتوافق لك عليها من خلال تصويتها ليك ونجاحك كمجلس إدارة. انت ملزم النهاردة بتقدم كل جمعية عمومية كشف حساب عن السنة اللي فاتت، ايه اللي انجزته وايه اللي ما انجزتوش. احنا خلال السنة اللي فاتت قلنا احنا في الجمعية العمومية انجزنا ايه وما انجزناش ايه، واللي ما انجزناهوش ايه السبب. يعني في حاجات يمكن اتأخرت شوية في الشيخ زايد، فرع التجمع الخامس تأخر شوية بس مقارنة باللي حصل بالموافقات اللي اتخذت كانت تأخرت 3 شهور، لكن في الشيخ زايد خدت 3 سنين. فالنهاردة أنا عندي حاجات اتأخرت عشان الموافقات العمرانية والإجراءات الحكومية اللي أنا لازم أخدها كمؤسسة عشان أقدر أبني. كنتوا حريصين على مناقشة ده مع أعضاء الجمعية العمومية طبعا طبعا، أسباب التأخر في إنجاز أي خطوة بالضبط. حضرتك مثلا النهارده عشان انا ابني السور بالمنظر ده ويبقى سور مميز للنادي الاهلي وعلامه مميزه، حضرتك النهارده النادي الاهلي حصل له براندنج من خلال السور. يعني انت النهارده لما تيجي تمشي في الشيخ زايد ولو حضرتك سوري تايه في الشارع مش عارف شفت هتقول ده سور النادي الاهلي، ده النادي الاهلي هيبقى شكله مميز. حطينا الكلام ده والنهارده يعني يمكن ده حصل معايا من 4 سنوات كنت يعني خلال المجلس السابق كان في بعض الأهلوية اللي هم بيشغلوا مناصب مرموقة جدا في التسويق وفي الدعاية والإعلان في شركات عالمية، وجم وقعدنا عملنا ورشة عمل في النادي. فأول حاجة اتقالت لنا لما دخلوا، يمكن كان أنا فاكر إن كان حد منهم ماسك شركة عالمية في التسويق، قال لي أنا مش شايف شكل مميز للنادي الأهلي، أنا دخلت النادي الأهلي من باب النيل لحد باب المعلمين مش شايف حاجة تقول لي أنا جوه النادي الأهلي. يمكن اللهم بس الشعار اللي مكتوب عليها النادي الأهلي، لكن ما شفتش حاجة وأنا داخل البوابة هي دي بتقول دي بوابة النادي الأهلي، ملعب عليه شكل النادي الأهلي. ويمكن ده اللي احنا اتكلمنا عليه خلال الانتخابات اللي فاتت أو الحملة الانتخابية بتاعتنا، وقلنا ان احنا في حاجات كتير هيتم شكل تعديلها في الطراز المعماري بالظبط كده بحيث تعكس روح واصاله وتاريخ النادي الاهلي، وبحيث ان حضرتك تبقى قاعد جوه بتقول انا موجود داخل النادي الاهلي. ده يعني كتسويق وكعلم حديث لاداره المنشات، احنا بنشوف كل المنشآت النهاردة بتاخد شكل مميز ليها. فاعتقد ان النادي الاهلي مش اصغر من اي مؤسسة، بالعكس النادي الاهلي يفوق كل الكلام ده. لو قلنا لو وصفناها بانها شعار النادي الاهلي ما نقدرش نقول علامة تجارية او تسويقية فقط، دي علامة رياضية وعلامة تجارية وتسويقية شكل مميز. لابد ان تستثمر بالظبط زي فانيلة النادي الاهلي. حضرتك النهاردة بتقول شكله فانيلة النادي الاهلي وبتعلن عن شكله فانيلة النادي الاهلي، والشركة الجديدة اللي حضرتك متعاقد معاها هتبتدي من الماتش الجاي ان شاء الله تنزل بالتيشيرت، ده علامة مميزة للنادي الأهلي. نفس القصة برضو شكل منشآت النادي الأهلي لازم تعكس
ثقافه وشخصيه النادي الاهلي. بالظبط. طيب كده. المردود عند الاعضاء لما لقوا ان في حجم انفاق لانه بيستهدف تحقيق ربح في الاسوار في الحصول على موافقات عشان سور النادي الاهلي يستغل اعلانيا وتجاريا كده. في بعض الفروع كمان اللي هيبقى فيها محلات تجاريه زي ما شرح المهندس سامح علي كامل في لقائنا معاه. بالزبط. المردود عند الاعضاء ايه لان بدات اللمسات دي تبان في الشغل اللي اتعمل في الاسوار في الفروع دلوقتي؟ والله خليني ارجع بقى اقول لحضرتك ايه تاني. ان حضرتك عندك ثلاث ابناء لازم تصرف عليهم بما يرضي الله زي ما بيقولوا او بالتساوي وعلى حسب الاولويات. انا النهارده عندي اولويه، النهارده عندي انشاءات وعندي تطوير وعندي الصيانه. الثلاث حاجات دول بقوا مرسخين جوه نادي الاهلي وده اللي بينعكس على الخدمات جوه نادي الاهلي. يمكن شفنا حاجات كتير و اماكن كتيره جوه نادي الاهلي حصل لها صيانه خلال الفتره اللي فاتت واتطورت وانعكس في شكلها. المهندس سامح علي كامل ادى تفصيل عن الاماكن دي كلها. برضو نفس القصه في اماكن جديده بيحصل لها امتداد او تغيير لشكلها تماما عشان تستوعب عدد من الاعضاء زي منطقه الجلوس ومنطقه الفود كورت الجديده في مدينه نصر، غير الـ 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 الفروع الجديده اللي احنا بننشئها، فرع التجمع او فرع الشيخ زايد اللي بتتوسع فيه والفرع اللي بتاسسه. الكلام ده مردوده جميل جدا عند اعضاء، ولما بتشوف الناس مبسوطه، الناس بتتكلم، ناس بتقول وجهه نظرها، بنستمع للاعضاء، في ناس ليها وجهه نظر بتحترم، في ناس من بتطالب بزيادات معينه في حجم ملاعب معينه لاولادها، حمامات سباحه، الكلام ده كله بقدر الامكان بنحاول نغطي متطلبات الاعضاء. دايما بيبقى عندك زي ما المهندس سامح علي كامل قال بالظبط، عندك دايما التحدي الكبير بيبقى في الجزيره لصغر حجم المقر الرئيسي، ولانه خلاص بقى مشبع يعني كله ما فيهوش مساحات جديده، ما عندكش لكن مساحات عايز ابداع في التصور الخاص، لكن بنحاول نزود، بنحاول زي ما حضرتك بتقول تستفيد من كل ركن ويبقى في نوع من انواع الابداع للاستفاده من الاجزاء المتاحه في النادي حتى دون وجود مساحات جديده. بالظبط بالظبط. الخدمات اعتقد وازعم ان النهارده وانا قاعد مع حضرتك ان النادي الاهلي وصل بمستوى الخدمات بتاعته ما يفوق انديه كبيره جدا كانت في الماضي القريب، افضل من النادي الاهلي كاسم على مستوى النادي الاجتماعي. على مستوى النادي الاجتماعي بالظبط كده. لا النادي الرياضي ده قضيه ثانيه، خلينا نستبعد يعني الرياضه لانها خارج المنافسه. يعني انا بتكلم على التنافس، انا بتكلم على الجزء الاجتماعي. كان دايما يقول لك ايه، النادي الاهلي رياضيا مميز جدا بس اجتماعيا سيء جدا، سيء للغايه. النهارده حضرتك في اعضاء مشتركين بيشتركوا في النادي فلاني والنادي ده بشهادتهم هم وبشهاده بعض الزوار اللي بيجوا مع الاعضاء، بيقول لك لا النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت عدى بمراحل سواء الخدمات، لان النهارده الاعضاء لما تدخل مثلا اوض غرف الملابس التواليتات منافذ البيع الكلام ده هو ده اللي يهمهم. انا هو مستوى المطاعم الموجوده بيلاقوا مستوى نظيف، بيلاقي مستوى يناسبهم. ازعم انه يقرب جدا من مستوى الخدمات الفندقيه في بعض في اماكن كتيره ان ما كانش يفوقها. فالنهارده احنا الحمد لله قدرنا نوصل بالمستوى الاجتماعي لمستوى متقدم وراقي جدا، وما زلنا في عمليه تطوير ليه وبنضيف عليه بحيث ان الناس تلاقي الجزء ده، وبرده في جزء رياضي اجتماعي لان في جزء رياضي الناس بتحب. طب في الجزئيه دي قبل ما ننتقل للجزء الرياضي يا استاذ ابراهيم، يعني هل بتاكد للمشاهدين السادة الأعضاء أعضاء الجمعية العمومية إنه في دراسة للسوق بتحصل مع كل خطوة جديدة بتحصل إنشائية أو خدمية في النادي سواء في المقار الموجودة أو في المقار الجديدة زي التجمع، إنكم بتعملوا سيرفي، بتعملوا دراسة، بتعملوا نوع من المقارنات طالما إحنا عايزين الكواليتي والخدمات ومستوى الخدمة اللي بتقدم وكل المرافق اللي بيتم التعاقد معها لتقدم خدمات للأعضاء إنها تبقى نمبر 1 أو أعلى مستوى مقدم في مصر؟ يعني يمكن مجلس الإدارة بيضم من الكوادر اللي هي بتشتغل سواء رجال الأعمال اللي عندهم شغل حر أو الناس اللي بتشتغل في مؤسسات عالمية أو مؤسسات متميزة محليا، عندهم من الخبرات اللي بيعكسوها في ملف الإدارة. دايما حضرتك ما ينفعش تبقى متواجد في جزيرة منعزل عن المنافسين بتوعك. هنا المنافسة بتختلف، هنا بقى المنافسة على مستوى النادي الاجتماعي. لازم النهاردة طب أنا سعر 200 ألف جنيه في التجمع، أنا حددته إزاي؟
حددته بناء على دراسه الانديه المتواجده في التجمع بتقدم ايه، مساحتها قد ايه، ايه الخدمات اللي بتقدمها لاعضائها واشتراكها كام. وانا يعني انا شخصيا حصل معايا احد رؤساء الانديه قابلني وقال لي انتوا فتحتوا بكام، قلت له بمبلغ كذا، قال لي انتوا كده ضربتونا ضربه جامده جدا ان احنا رفعنا الاشتراك بتاعنا لكده. بس احنا عندنا ميزه ان يعني النادي الاهلي هيقدم نفس المستوى او ربما افضل والقيمه افضل مقارنه بيهم بنفس القيمه المالية. لان انت حضرتك لما تيجي تتكلم هتشترك في النادي الاهلي بالمبلغ ده ولا نادي تاني بمبلغ نفس المبلغ او اقل شويه، لا النادي الاهلي طبعا بيبقى ليه. وفي الحسابات اللي حضرتك اشرت اليها، اولا مستوى التصميم والمساحه المستقبليه المتاحه للتوسعات، وقبل كل ده اسم النادي الاهلي ونجاحاته، اسم النادي الاهلي والنادي اللي انا عايزهم يعني للاعضاء المستقبل الرياضي. حضرتك داخل عشان ولادك يشتركوا في نشاط رياضي، انت النادي الاهلي مش محتاج تراجع عليه او مش محتاج تبقى عندك ان ده قطاع البطوله الاكثر تميزا في مصر. بالظبط كده، عمري ما هفتح نادي ترفيهي، عمري ما هفتح نادي اجتماعي. بس فده بيضيف ميزه ثانيه للعضويه دي، لان اولادي هيلعبوا رياضه جوه النادي الاهلي. احنا النهارده عندنا لما جينا ندرس في التجمع في اماكن وكيانات صغيرة جدا بتفتح بس لمجرد انه بيفتح ملعب سكواش، بيفتح حمام سباحة صغير في مساحة محدودة، في مساحة صغيرة جدا بيفتح حاجة للبينج بونج، يعني بتقدم خدمات صغيرة جدا. فالتجمع كان عنده تعطش لوجود كيان رياضي باسم وتاريخ النادي الاهلي. عشان كده لما عملنا الدراسة دي قدرنا نوصل للرقم المستهدف. نفس القصة في الشيخ زايد، بعد التوسعات والحاجة والميزة أو التميز في الخدمات اللي موجود في الشيخ زايد مقارنة ببعض الأندية الاجتماعية اللي موجودة في منطقة أكتوبر والشيخ زايد، لقينا ان لا السعر الحالي اقل بكتير من اللي المفروض يبقى موجود عليه. وبرضو بعد الزيادة اللي هتحصل 175,000 ما زال سعر النادي الاهلي مميز جدا. لقيت ان السعر المفروض يبقى اعلى كثيرا مما هو الان. بالظبط زي انا حضرتك بتقول ان مستوى الخدمه المقدم احنا اعلى من السعر. فالدراسه دي احنا عاملينها ككل برضو نفس القصه على العضويه العامه. حضرتك النهارده عندك شبكه انديه وعندنا خطه للتوسع، فلما عشان نغطي كاننا قسمنا مصر لمناطق ريجن ان النادي الاهلي خدماته تشمل لا ده احنا كمان عندنا خطه مستقبليه للخروج خارج القاهره للوصول لمحبي النادي الاهلي في المحافظات، لان عندنا كم طلبات غير طبيعي لاقامه اكاديميات ومدارس العاب خارج نطاق النادي الاهلي في المحافظات دي. طب اذا كانت المحافظات دي متطلبه الاكاديميات دي، ليه ما اروح لهاش بالالعاب بتاعتي وحميز منهم اجيبهم؟ بالظبط، لانه هيحقق تسويق وارباح عاليه لان شعبيه النادي الاهلي بتسبقه في بالزبط. كل المحافظات والمدن المصريه. طيب قبل ما نختتم الحوار ده، استاذ ابراهيم كفراوي رئيس لجنه العضويه عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لو حابب تختتم هذا الحوار بعد الكلام المهم اللي قلناه وكان فيه توضيح ومكشفه مع الساده المشاهدين واعضاء النادي اللي بيتابعونا دلوقتي، باي رساله حابب توجهها على مستوى كره القدم للجماهير او على مستوى كل ما يقدم من جهد والمستهدف ان شاء الله، واي تحديات بتواجه المجلس الفتره دي، اي رساله عايز تختتم بيها وتوجهها للمشاهدين والاعضاء؟ خلينا نبدا الاول بالملف اللي احنا كنا شغالين فيه وملف العضويات، وبقول ان احنا النهارده 20 يناير احنا بصفه يوميه لجنه العضويه متواجده وبتعمل لقاءات مع الاعضاء من هنا لاخر الشهر، واي حد هيقدم من هنا لاخر الشهر احنا مطالبين بيه طبقا للائحه ان احنا نغطي طلبه. لو قدموا لحد يوم 31 احنا حقه ان احنا هنغطي طلبه ده. فالنهارده دي فرصه من هنا لاخر الشهر ان الناس تشترك لو حابه، لان ده هيبقى بنفس القيمه الماليه اللي قبل الزياده في واحد. والمميزات اللي اتكلمنا عليها كلها، بنقدم تسهيلات في التقسيط. واكتر من كده احنا بعض البنوك المتخصصه في تقسيط عضويات النادي، لان في ناس اشتكت ان ما عندهاش امكانيه التقسيط دفع ال 50% المقدمه، ففي ناس طلبت ان يبقى التقسيط متساوي مثلا على 5 سنين 6 سنين 7 سنين. احنا كنادي او كالتزامات عشان اقيم النادي وانشئ ما اقدرش ادخل في الحته دي، في ناس متخصصه في الكلام ده. فعندنا بعض الشركات المتخصصه في الفاينانس او في التمويل للحاجات دي، بالاضافه للبنوك. عندنا بكره لقاء مع 4 بنوك هم اللي جولنا وطلبوا مننا يعني في اتفاقيات بتتم مع البنوك عشان جدوله بكرة لجنه العضويه. وان شاء الله استاذ خالد الدرندلي يكون قادر انه يحضر لانه لسه راجع حالا من السفر، يبقى موجود معانا بصفته امين صندوق النادي، يبقى موجود معانا. عندنا
مناقشات مع اربع بنوك بكره، وبنستقبل لسه طلبات البنوك اللي حابه انها تمول عضويه النادي الاهلي بحيث ان انت تسهل على الناس اللي مش قادره تدفع ال 50%. فبنحاول نشوف جميع البدائل المتاحه للناس اللي تسهل عليها توفر لهم اكبر قدر من البدائل للاشتراك. بالظبط. بالنسبه للاعضاء الحاليين واللي موجودين، اتكلمنا على الخطه الانشائيه وغطيناها، اتكلمنا على الخدمات. احنا عندنا يعني استعداد نسمع، وعندنا استعداد نشوف. فعملية العمل والتطوير دايمة، عملية الصيانة والتجديد دايمة، لكن عندنا استعداد دايما نسمع آراء الأعضاء وبنستقبلهم، وإدارة النادي التنفيذية بتستقبلهم وبتسمعهم وبتوصل لمجلس الإدارة اللي بيدرس ويشوف إيه الإمكان اللي يقدر يعمله، وإيه اللي هو ساعات بتبقى الحاجات يعني ممكن يبقى شيء صعب تنفيذها وممكن يبقى شيء إيجابي جدا وممكن ساعات يعني بتبقى حاجات محتاجة تمويل ما اقدرش عليه حاليا، ساعات بتبقى أمور محتاجة موافقات بتاخد وقت أكتر، لكن بندرس كل مقترح وكل طلب من مقدم من أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية عشان إحنا موجودين كده. نيجي بقى الأخير، الملف الجماهير واللي هي الجمعية العمومية جزء منه. اوعى حضرتك يعني كان في دايما نغمة ان الجمعية العمومية هي بتهتم بالنادي والخدمات الاجتماعية. انا عايز اقول لحضرتك لا، احنا النادي الاهلي ده يعني بوتقة كبيرة بتعكس مصر واصالة مصر، واي حد مصر دايما اصالة مصر وجمال مصر في ايه؟ ان اي حد دخل مصر استوعبته وبقى جزء من حضارة ومصر وتاريخ مصر، ومفيش ثقافات دخلت على مصر قدرت تغير التركيبة ولا الثقافة المصرية. أي لعيب أي عضو أي واحد أي عضو في منظومة جماهير النادي الأهلي أو في أسرة النادي الأهلي دخل في المنظومة دي، دخل في البوتقة دي وبقى جزء من أسرة النادي الأهلي وبقى مشغول بالنادي الأهلي وبنتائج النادي الأهلي. احنا كنا الفترة اللي فاتت اللي حصل فيها عدم توفيق بتدخل من باب النادي، يعني انت شبه تكون يعني الناس يعني انا مش عايز اقول داخل ميتم او عزاء، لكن الناس باين على وشوشها مدى الحزن والاسى. امور كره القدم كمان ضمن بتنعكس على الجمعيه العموميه طبعا، وحواركم المشترك مع الجمعيه طبعا العمومية. انا بطلب من الجماهير ومن محبي النادي الاهلي ان ده وقت ان احنا كلنا نتكاتف نقف في ظهر النادي الاهلي. اوعوا تسمعوا لكلام ناس مغرضه، ناس ليها اغراض معينه. نادي الأهلي أكبر من كده، مجلس إدارته جزء منكم، جزء من جماهيره، قلبه على النادي الأهلي ويهمه نتائج النادي الأهلي، لكن إدارته تختلف عن تشجيعه. وإحنا مشجعين بنقول اللي إحنا عايزينه، لكن إحنا مسؤولين لازم ندرس وناخد قراراتنا بالراحة وبدون أي انفعال. وبالإجراءات والشكل المؤسسي اللي أكد عليه الكابتن الخطيب. بالضبط. ودايما دايما إحنا مجلس إدارة دايما مش في الفوز، مجلس الإدارة بيبان قيمته واهميه وقوته في الظروف الصعبه، في الظروف الصعبه ازاي بيتعامل، يحصل التكاتف واعاده البناء وان شاء الله بيرجع احسن من مكانه. وبقول من هنا من برنامج حضرتك انا متفائل جدا جدا بالحصل والتطوير اللي حصل في فرقه كره القدم، وان شاء الله باذن الله السنه دي هتكون المره ال 41. ما هياش جديده خالص على النادي الاهلي انه يبقى متعثر في الدور الاول، يمكن شفنا ظروف كنا متعثرين فيها اكتر من كده. 13 نقطه في 13 نقطه والفرق المنافسه ده بس 13 نقطه بعد ما لعبتهم الدور الاولاني. النهارده انت لسه ما لعبتش الماتشين دول، ان الاهلي قادر على تعويض حتى فارق اكبر من كده. لا لا ان شاء الله باذن الله ويفوز بالبطوله الدوري ده باذن الله من نصيب النادي الاهلي باذن الله، البطوله الافريقيه ان شاء الله نكون موفقين فيها ان شاء الله هذه المره ان شاء الله. نتمنى تكونوا موفقين وباذن الله يستمر العمل ونشوف نتائج افضل ونشوف كمان انجازات زي ما حضرتك قلت. الحديث عنها يكون بعد اتمامها والانتهاء منها والاعلان عنها هو باذن الله الحديث. باذن الله. بشكر حضرتك وبشكر جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي استمعت، ويا رب نكون عند حسن ظنهم. واشكرك جدا واشكر قناه النادي الاهلي. بشكر حضرتك على وجودك معنا وموفقين ان شاء الله في عمل المجلس الفتره اللي جايه. استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي، شكرا لحضرتك. شكرا اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. شاهدينا نهايه هذا الحوار وهذه الفقره من فقرات الاهلي ليله، هذا اللقاء مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن ابقوا معنا. بشكر حضراتكم على المتابعه، ولكن البقيه تاتي مع كل من زميلي العزيزين أمير هشام وعمر ربيع ياسين، وأعتقد أن الفقرة الجاية مع الكابتن أحمد سامي هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، ولكن بعد الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه الثانيه مع واحد من نجوم التدريب اللي عمل طفره سواء في وجوده مع طلاع الجيش او مع وجوده في نادي النجوم. نجح انه يحقق 14 نقطه منذ توليه القياده الفنيه لفريق النجوم منذ يوم 25 سبتمبر 2018. لعب مباريات كتيرة جدا ومباريات قوية جدا، أبرز النتائج طبعا فوزه في المباراة قبل الأخيرة أمام نادي سموحة بأربع أهداف مقابل شيء، وإن شاء الله يكون قادر على البقاء بنادي النجوم في الدوري المصري الممتاز. بيشرفني وبينورني كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم. ازيك يا كابتن؟ ازيك انت عامل ايه؟ حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام؟ اول مره مع بعض وان شاء الله مش اخر مره ان شاء الله. طبعا يا كابتن، يعني حضرتك من المدربين الشبان، 46 سنه بسم الله ما شاء الله، وليك تجربتين سواء في نادي طلاع الجيش او نادي النجوم، لكن في البدايه عايز اعرف من حضرتك تقييمك للفتره اللي كنت حضرتك موجود فيها في طلاع الجيش والفتره الحاليه، وشايف في الفترة الأولانية قدرت تستفيد من خبرات ونجحت بيها مع نادي النجوم؟ طبعا نادي الجيش أنا بعتبره يعني بيتي برضو زي نادي الأهلي كده. نادي الجيش قعدت فيه يعتبر يعني من نواحي التدريبية كلها فيه، اشتغلت في نادي الجيش فترة كبيرة وكانت الناس مسنداني جدا، القيادات موجودة وعلى رأسهم الفريق محمد طبعا رئيس النادي، هو يعني حتة كان سبورت معايا وهو اللي اكتشفني في موضوع التدريب ده في الفرق الكبيرة، وكلهم يعني كل القيادات أنا بكن لها كل احترام يعني وتقدير يعني. يعني اشتغلت معهم فترة بتاعت كنت ماسك الشباب فترة كبيرة، وكنت ساعدت النادي في وقت كبير جدا ان انا اطلع لعيبه استفادوا منها لعبوا في الدوري الممتاز والفرق الكبيره لعبت فيها، وبعدين باعوها طبعا بفلوس كويسه يعني، ولعيبه كتير يعني مش لعيبه قليله طبعا، منهم راحوا الزمالك والاسماعيلي وسموحه، يعني لعيبه كلها كانت لعيبه صغيره ساعدت على تطوير ادائها انها تقدر تلعب في الدوري الممتاز، والحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده. نادي النجوم حضرتك يمكن تجربة مختلفة شوية، فريق صاعد من الدوري الدرجة الثانية، أكتر من مدير فني كان موجود، اثنين مدربين فنيين، واحد مصري وواحد أجنبي، وبالتالي يا كابتن تقبل المسؤولية في الوقت الحالي أعتقد أن الموضوع كان صعب، لكن مدير فني شجاع يعني تقبل تولي المسؤولية وفي نفس الوقت بيأدي بشكل رائع جدا. عايز أعرف بقى حضرتك الخبرات اللي استفدتها وقدرت تطبقها مع نادي النجوم، وازاي قبلت انك تتولى المسؤوليه في الوقت الصعب ده؟ لا طبعا انت انا بقالي حوالي 12 سنه في موضوع التدريب طبعا، خدت خبرات طبعاً في سواء في الدوري الممتاز سواء التعامل مع اللعيبه. استاذ محمد طويله مكلمني في التليفون، رحت قعدت معاه وكان راجل يعني سبورت معايا جامد، وقال لي انت تمسك الفرقه، وكان يعني طبعا متوسم خير الفتره اللي انا امسكها ان انا اشتغل بشكل كويس مع اللعيبه، خصوصا اللعيبه كانت حتى طبعا لعيبه هو التجربه بتاعته تجربه يعني يمكن محتاجه دراسه شويه، ان هو كان مصمم ان الفرقه اللعيبه اللي هو مربيها في النادي وطلعت بالفرقه للدوري الممتاز ان هي تاخد فرصتها كامله حتى فوق في الدوري الممتاز، وتجربه اللي شايفها انها مفيده فادت التجربه دي تجربه كويسه، ما تقلش عن التجارب كتير اول لمستثمرين في مصر يعني في من خلال الانديه. بس الحمد لله يعني انا شايف ان الفرقه اتحسنت وبقت كويسه، وخصوصا برضو انا عايز اقول لك ان اللعيبه اللي موجودين لعيبه كويسه جدا، وهيبقى ليهم شان قدام شويه طبعا، هيبقى ليهم اسامي كبيره في الدوري المصري. وبرضو في نفس الوقت عنده قطاع من الشباب ناشئين وشباب لعيبه احنا اخترنا منهم ناس ومضينا معاهم عقود برضو ان هم هيبقوا موجودين ان شاء الله الفتره الجايه تتفرج عليهم، لعيبه 2001 ولعيبه 99 ولعيبه 97، لا يعني عنده قطاع هايل يعني، عنده يعني زي ما بقول لك يعني عنده لعيبه انا فوجئت بيها يعني. كابتن احمد يمكن حضرتك قلت جمله مهمه جدا، قلت ان رئيس النادي اصر على المجموعه اللي كانت موجوده في الدوري الدرجه الثانيه وصمم ان هي هم اللي يكملوا المسير، هل حضرتك شايف ان هو ده العدل ولا لكل مقام مقال، ان لعيبه الدوري الممتاز لازم يكون ليه مواصفات معينه ولاعب الدرجه الثانيه بيكون ليه مواصفات معينه، ولا هل كابتن احمد سامي يقدر ان هو يسخر اي امكانيات لاعب كره قدم سواء في الممتاز او الممتاز به؟
يعني حته تطوير اداء دي بتاعه المدرب طبعا ولازم تبقى انت يعني لازم تبقى تدوس فيها كويس ولازم تبقى دارسها كويس عشان حته تطوير اداء اللعيبه دي محتاجه مجهود كبير جدا خصوصا تطوير اداء اللعيبه من اللعب الجماعي خلي بالك مش تطوير اداء اللعيبه ان انا اجهز اللعيب صح بس لا صح من النواحي الفرديه لا الاصعب ان انا اطوره من النواحي الجماعيه عشان تبان ان هو اقوى انا شايف ان طبعا الفكره اللي هو استاذ محمد عملها ان هو صمم على اللعيبه تطلع من دي فكره كويسه جدا وفي انديه كتير جدا غلطت غلطه كبيره جدا ان هي مشيت اللعيبه اللي عندها كلها وجابت لعيبه صح معلش سوري كمان لعيبه لفت على انديه مصر كلها فانت ما تقدرش تستفاد منه حاجه لانك انت بتجيب لعيب هنا مشي في خمس ست انديه ولعب في خمس ست انديه يعني بشوفها يعني هي اللي خد التجربه دي نزل بسرعه لكن اللي خد تجربه اللعيبه يحتفظ بقوام الفرقه ويطعم الفرقه بلعيبه خبرات مش كتير ما عنديش صلاح امين فتح الله وشرويده يعني في ثلاثه اربعه بس والقطاع الكبير هو شباب انا شايف ان دي فكره هايله وهي دي اللي مخليه برضو الفرقه متماسكه يعني انا هزود على كلام حضرتك كمان اللاعب مش بيكون جاي محطه مش بيكون جاي يمضي موسم واحد يادي فيه موسم كويس عشان ينتقل من نادي لنادي هو بيبقى جاي عارف ان ده نادي عارف ان هو لو كسب هنا هيكون في مصلحته لو خسر هيكون في غير مصلحته طبعا يا كابتن يعني سن حضرتك صغير يعني اكيد حضرتك قريب من اللعيبه وفي نفس الوقت النتائج اللي احنا شايفينها دي تقول حاجتين ان واضح ان في علاقه جيده بين حضرتك وبين اللعيبه واللعيبه بتحب حضرتك وبتسمع كلامك في الملعب وده شيء مهم جدا واللعيبه تكون مقتنعه بالمدير الفني اللي موجود معاها ثانيا طبعا الجزء المهم جدا بالتطوير والشغل الفني داخل الملعب طبعا ده خلي بالك الحب مش كفايه برضو يعني احنا الاقتناع وان لازم تنفس اللعيب كلام حضرتك لازم اللعيب عشان يقتنع نمره واحد ان انت بتقول له على نواحي وتحركات من الشكل الفردي والجماعي تساعده في الملعب اللي يبان كويس انت ممكن تبقى اللعيب يتضايق منك في التمرين ممكن اللعيب يتنرفز منك في التمرين يتخنق منك في التمرين بس بعد الماتش بيشكرك غير اما تقعد للعيب تدلعه في التمرين صح وتخليه يحبك قوي في التمرين وبعد الماتش بالعكس هيبقى متضايق منك قوي عشان خليت شكله وحش وخليت سعره قليل صح فاللعيب المصري عندنا مش في اغلب الوقت او بتكلم على نادي معين انا بتكلم على اللعيبه بشكل عام يعني اللعيب المصري عايزك تمرنه على مزاجه ويلعب في الوقت اللي هو عايزه والكلام ده طبعا مش موجود في يعني في انديه كبيره لكن موجود في بعض الانديه ده مش موجود عشان كده انت بتشوف الفرقة النجوم مختلفة خالص عن الفترة الاولانية وده مش تقليلا في المدربين الاولين لا هي كانت اللعيبة محتاجة وقت في الدوري الممتاز عشان تبان بالصورة دي انا طبعا اتكلمت مع اللعيبة انتوا قلت لهم انتوا محتاجين قد ايه يعني انت بقالك 18 ماتش بتلعب في الدوري الممتاز يعني المفروض عندك الخبرة بقى عندك خبرة ان انت قابلت كل اللعيبة وقابلت صح كل الانديه محتاج ايه فتره اكتر من كده فالحمد لله ان اللعيبه عندي مستجيبه واللعيبه بتموت نفسها في التمرين وعايزه دايما الاحسن فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقاتل نقعد في الدوري الممتاز وناخد مركز يعني كويس كمان قبل ما اخش مع حضرتك في الفنيات عايز اعرف راي حضرتك وتقييمك في بطوله الدوري الممتاز المصري هذا الموسم صعبة جدا من أصعب الدوريات اللي عدت من النقط في ماتشات طبعا هايلة فنيا وفي ماتشات ما تبقاش هايلة فنيا أنا بتكلم عن التقييم الفني طبعا لكن في النقط لا في منافسة شرسة جدا سواء من نص الجدول لغاية تحت وفوق برضو لسه الموضوع ما اكتملش المؤجلات عشان تحكم في المنافسة يعني انا رايي يا كابتن لو حضرتك في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي وكابتن سامي قدر ان شاء الله ان هو يبقى بفريق نجوم اعتقد انك يعني تستحق لقب البطل انك لا تكون بطل والله خلي بالك الحمد لله وكل حاجه احنا بنجتهد وبنشتغل وكل حاجه بس برضو انا عايز اقول لك ان اللعيبه برضو اللي في النجوم لعيبه كويسه طبعا لعيبه كويسه جدا يعني طبعا يعني برضو انا بجتهد واشتغل بس الفضل برضو ما يرجعليش انا لوحدي يعني في ناس كتير سواء الجهاز الفني اللي معايا سواء برضو كريم حسن شحاتة سواء الإدارة أستاذ محمد وشادي الطويلة يعني كله خلي بالك شغالين يعني أنا ما بحبش أتكلم إن أنا اللي بعمل وأنا اللي أسوي لا كل هي منظومة متكاملة وإحنا كلنا بنحاول
ننجح الفرقه بكل شيء. برضه الفضل ما يرجعش ليا لوحدي برضه. طبعا يا كابتن، يعني المقوله الشهيره، واكيد حضرتك اتسالت السؤال ده قبل كده لكن عايز اساله لك بشكل ثاني، لو عندك لعيبه كويسه هل اي مدير فني يصلح ان هو يقود اللعيبه الكويس ويحقق بيهم نتائج؟ ولا لو عندك مدير فني كويس واي نوعيات من اللعيبه يقدر ان هو يشكلهم ويقدر ان هو يقودهم الى نتائج كويسه؟ لا، الاخيره هي اللي صح. يعني لازم لازم يكون مدرب كويس، ممكن يشتغل مع اي لعيبه ممكن بامكانيات مختلفه، سواء امكانيات عاليه او امكانيات قليله او امكانيات بسيطه، ويطلع منهم شغل. يعني المدير الفني يا كابتن نقدر ان احنا نحكم عليه من خلال لما يكون عنده امكانيات اقل من فرق تانية؟ لا بالعكس برضو. يعني خلي بالك لما تيجي مثلا تقارن المدرب كويس قوي ويشتغل برضو مع فرقه امكانياته قليله، موضوع صعب طبعا، امكانياته قليله وانت بتطور. لكن انت تمسك فرقه كبيره برضو موضوع صعب جدا. ليه بقى؟ اولا انت الفرقه الكبيره دي لازم تبقى انت راجل مبدع في النواحي التكتيكيه، لانك تطلع حاجات بتشتغل على اتجاه واحد هو المكسب، فده صعب جدا برضو انت بتشتغل على نتيجه واحده. لكن برضو لما بتيجي تمسك فرقه صغيره بتحاول تشتغل معاهم وبتبتاع، بس انت ما بقاش مطالب منك انت تكسب كل الماتشات. يعني الموضوع فيه صعوبتين مختلفين. يعني 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 الانديه القمه كابتن هنا فيه هم وفي طبعا 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 الوسط، بس طبعا الانديه اللي فيها امكانيات من عندها من الموارد البشريه اللعيبه كلعيبه، يعني ان انت بيبقى عندك الفرايتي ان انت تشكل وتلعب بطرق مختلفه، وما بتاخدش منك مجهود من الناحيه التكتيكيه، لانك بيبقى عندك لعيبه منتخبات. لعيبه المنتخبات هي دي اللعيبه اللي بتديك استمراريه في الاداء والنتائج لمده 4-5 ماتشات ورا بعض. لكن اللعيبه اللي هي ما لعبتش منتخبات وما عندهاش الشخصيه القويه اللي تقدر تشتغل 4-5-6 ماتشات، دي بتبقى موجوده في الفرق الاقل. هل يا كابتن شايف ان قله المواهب في الدوري المصري اللي بدات ان احنا نشوف فيها ندره مؤثره بشكل كبير على اختيارات المدربين في الفتره الحاليه؟ المواهب من ناحيه ايه؟ المواهب من ناحيه عندنا مشكله في مركز راس الحربه بالنسبه لمنتخب مصر، عندنا مشكله في ناحيه الباك ليفت في منتخب مصر، عندنا بعض المشاكل اللي مش عارفين نعالجها غير بوجود بعض اللعيبه اللي موجوده باستمراريه، سواء ادت كويس او ادت وحش. احنا ما عندناش مشاكل خالص خالص في المواهب. يعني هل حضرتك شايف المواهب مصر لسه لا فيها مواهب طبعًا كتير؟ طبعا، بس عندنا مشكله بس في حاجه واحده. الكوره دلوقتي معتمده على حاجات معينه، سيبك بقى من القوه والسرعه والحاجات دي، انا بكلمك على النواحي الذهنيه. اللعيب المصري مش مثقف ذهنيا، فانت بيطلع عينك من النواحي التكتيكيه والتكرارات في الملعب عشان يشتغل من النواحي الجماعيه. كل لعيب بيبقى طالع من تحت عارف حاجه واحده بس هي منجحاه، ما بيحاولش يطور من ادائه. فانت كمدرب لما بيجي اللعيب ده يتصدم مع مدرب فاهم وعايز يطور من ادائه من النواحي التكتيكيه والتحركات بشكل جماعي، دي موضوع ليها شغل صعب جدا في الملعب. فبيتصدم وبيبقى في مشكله عنده بتعمل تشوك عنده في ادائه. هي دي المشكله اللي ناقصه عندنا في الدوري، لعيبه الدوري المصري، النواحي الذهنيه والثقافه، حتى خارج الملعب بيعمل ايه وبيشتغل ازاي، وعلاقته بينه وبين زميله في الفرقه ممكن تنعكس ازاي، هتقدم كره حلوه ازاي وتشتغل بشكل جماعي ازاي، وانت علاقتك بزميلك فيها نوع من توتر مشاكل او توتر. في حاجات كتير قوي، حاجات يمكن بتبان للناس ان هي صغيره بس هي مؤثره جدا في الكوره. هل حضرتك شايف ان احنا كمصر عندنا امكانيات بس مقصرين في حق نفسنا؟ طبعا عندنا مشكله في التدريب في مصر، حته تطوير اداء المدربين في مصر عندنا مشكله فيها. ما كان زمان كنت بسمع، كان الكابتن حلمي طولان كان بيحكي لي لما كنت شغال معاه، وانا الكابتن حلمي يعني بقدره جدا وتعلمت طبعًا منه كتير، زي الكابتن برضو عادل طعيمه. يعني عادل طعيمه، انا كابتن عادل طعيمه انا بقدره وبحترمه كتير واثر في شخصيتي كتير يعني لما كان ماسكني. يعني عندنا مشكله، كان زمان الكابتن حلمي بيقول لي كان اتحاد الكوره ووزاره الشباب بيعملوا بعثات بره البرازيل ويطلعوا بينقوا حتى مدربين المنتخبات سواء الناشئين او مدربين المميزين في كل سن، بيطلعوهم بعثات بياخدوا دورات تدريبيه بره مش هنا في مصر، بتفرق كتير جدا ومعايشات بره، فأثرت حتى خلت مدربين زي ما الكابتن حلمي موجود، زي مدربين امثال الكابتن حلمي موجوده، قعدت فتره كتيره استفاد منها اللعيبه في الدوري. الكلام ده مش موجود دلوقتي، ما اعرفش ليه. انا ممكن اصرف على اجيب مدرب اديله 20 مليون جنيه في السنه
او 25 مليون جنيه في السنه ما طلعش مدرب ممكن استفاد بيه مستقبلا ووفر لي الدولارات دي كلها. وخلي بالك احنا ما نقلش، انا بكلمك ما بكلمش طبعا كل فئه فيها وفيها، بس احنا ما نقلش كمدربين مصر عن اي مدرب اجنبي. طيب ممكن اقولها لك بشكل فيه واقعيه اكتر، ممكن نقول يا كابتن ان الاقتصار على عدد معين من المدربين اللي بيلفوا على انديه الدوري الممتاز واللعيبه سبب من الاسباب الكبيره جدا في تاخر العمليه التدريبيه في مصر؟ هي مش مشكله المدربين، خلي بالك هي مشكله الادارات. الادارات هي اللي يعني هي اللي بتختار، هي اللي بتختار، هي مش مشكله مدرب. صح. المدرب مش هيقول لك انا مش هشتغل. صح. لا، المدرب ده النادي ده بيمشي من هنا يروح هنا، دي ادارات، طريقه تفكير. ما هو خلي بالك حته السيستم مش موجوده في انديه كتير في مصر، فانت انت بتتصدم ان بتبقى قرار شخصي من رئيس نادي او عضو مجلس اداره او نائب رئيس مجلس اداره، هو اللي عايز يجيب المدرب ده وده عايز يجيب المدرب ده. لكن لو في سيستم في اختيارات المدربين مش هيحصل الكلام ده، ويبقى في لوائح وقوانين ان المدرب ما يمسكش الا في لسه نادي. هقول لحضرتك تؤيد طبعا تؤيد طبعًا. المدير الفني طبعًا. ما يدربش اكتر من طبعًا. فريقين زي اللعيب، اللعيب ما يلعبش الا في فرقتين، المدرب زيه. ما خلي بالك انت لما تيجي كل مدرب يمسك فرقه خمس دقائق انت بتعمل ايه مع اداء اللعيبه؟ ما بتعملش حاجه خالص، انت بتعمل للعيبه مشكله كبيره جدا وبتعمل للنادي مشكله كبيره جدا. لكل ممكن القرارات دي هي مؤثره جدا على على مستوى اداء اللعيبه في مصر كمان. يعني مورينيو يا كابتن كان ليه حديث من كام يوم وقال ان العرب بشكل عام سواء الخليج او سواء شمال افريقيا عندهم مشكله كبيره جدا، ان الاجنبي بيجي بياخد الفلوس وبين البعض من الخبرات، العرب مش بيعرفوا يستغلوا المدير الفني في تطوير لعبه كره القدم. ايه رايك في الكلام ده؟ انا احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. يعني انا عايز اقول لك، بقول لك المدرب المصري ما يقلش حاجه، انا بكلمك عن المدربين الموهوبين اللي موجوده في مصر ما يقولوش حاجه عن المدرب الاجنبي خالص. خلي بالك المدرب الشاطر اللي بيبقى زي المخرج كده الشاطر، بيبقى عنده تصورات وتخيلات من نواحي تكتيكيه متمثله في لعيبه بامكانياتها، انها يقدر يشتغل بيهم بسلسله من التدريبات، بسلسله من التكرارات، من التحركات، ان يقدر يوصله للفكره اللي هو مقتنع بيها او هو متخيلها. هي كده. لكن حته ان انا مقصور ان المدرب الاجنبي بص حلو قوي التمرين اللي بيعمله ده، لا. طب شايف يا كابتن المدير الفني ممكن يعني مثلا على سبيل المثال اجاني مدير فني منتخب مصر، هل حضرتك شايف ان هو عنده القدره او عنده المقدره او لابد من اتحاد الكره ان يستفيد بخبراته في تطوير اللعبه ككل من اول مرحله البراعم للناشئين للفرق الاولى؟ الكلام ده مش لوجيك، مش طبيعي. طب لو كل مدير فني، لو قسنا على كل مدير فني موجود في نادي، لو كل نادي مثلا زي الاهلي والزمالك ما بيستعينوا بمدربين اجانب، لو ساعد كل نادي على تطوير بعض الشيء كره القدم او المنظومه اللي عنده، هل ده ممكن يساعد شويه في تطوير كره القدم او الثقافه اللي كنا بنتكلم فيها؟ يعني كان مثلا يجي يقول لك مثلا ايه الاول يقول لك اصل المدير الفني بيلعب بطريقه فلازم كل النادي يلعب بنفس الطريقه، الكلام ده طبعا مش مظبوط. كل مدرب ليه ابداعاته وتاثيره. مدرب انا بشوف مدرب الدرجه الاولى ده بيشتغل ازاي، ويبقى عند طريقه تفكير اللعيب اللي بيشتغل عندي في تحت في الناشئين او الشباب عنده النهاو بتاع المدرب بيشتغل ازاي وتحركاته. لكن برضه كل مدرب ليه شخصيته، كل ده تحركاته، وكل مدرب ليه سيناريوهات بيشتغل فيها بالماتش ومواقف متغيره. يعني الكلام ساعات احنا بننقل كلام حافظين مش فاهمين، يعني الكلام ده مش موجود في اغلبيه انديه بره، حتى احنا بنقول كده الكلام ده هنا بس بننقله ان هو جاي من بره، وهو مش جاي من بره ولا حاجه. كابتن احمد سامي، حضرتك شايف ان المدير الفني اللي يطبق ويصمم على طريقته ولا او ايا كان ايه الظروف، ولا حضرتك شايف ان المدير الفني الشاطر اللي هو دايما بيتعامل مع كل مباراه باسلوب مختلف عن المباراه اللي قبليها؟ لا طبعا الجمود ده حاجه وحشه في الكوره، ده لازم تبقى انت راجل مرن جدا، مرن جدا من نواحي التكتيكيه، من نواحي الطريقه، من نواحي التحركات، من نواحي كل فرقه ليها قوتها انت بتقابلها ازاي وبتشتغل معاها ازاي. لا طبعا المرونه هي دي اساس في التدريب، لكن الجمود ان انا ببقى مصمم والكلام ده على المدى الطويل بيعمل فشل. يعني كابتن احمد سامي، حضرتك في المركز العاشر، 4 فوز 3 تعادل و4 هزايم، 21 نقطه في المركز العاشر، اعتقد ان يعني نجاح من وجهه نظري، وكمان كل الجمهور واضح وشايف ان في تطور لمستوى فريق النجوم. عايزين نعرف بقى سر التطور وسر النجاح اللي حضرتك محققه بسم الله ما شاء الله
عشان بس ما نحسدش. لا بس هو خلي بالك انا يعني احنا برضو يعني كل الفرق في موضوع في خطر، انت لو غيرت ماتشين ممكن ترجع تاني تحت، كل الفرق كده معرضه يعني. احنا موجودين التنافس مع 10 فرق شغالين مع بعض، لكن حته لو اتغلبت ماتشين ياثروا، لو كسبت ماتشين تروح في حته تانية خالص يعني، العكس الدوري صعوبته من كده. لكن حته انت بتشتغل، حته الشغل والاجتهاد وان انت دايما تحاول تبتكر حاجات تساعد اللعيبه ان هي تبقى مستريحه في الملعب وتبان انها شكلها كويس، ده هي ده شغل الشاغل. ان انا احاول اخلي لعيب سيان مثلا بيتحرك تحركات معينه تخليه يستلم في مساحات، يبقى هو مستريح يعرف يفكر وياخد قراره صح. هي دي النواحي التكتيكيه اللي انا بتكلم عليها. فانت دايما عايش ان انت بحافظ لعيبه، دايما عايز تساعدهم في الملعب ان هم يبانوا ان هم كويسين، ولما بانوا كويسين تدي فرايتي، يبقى ليك لعيب ممكن يروح منتخب، ممكن يروح نادي كبير، ممكن يروح في حتة تانية، ممكن يحترف بره. يعني الكلام ده دايما انا بشتغل عليه. كابتن عجبني ان حضرتك دايما بتفكر في اللاعب، مش بتفكر في نفسك الاول، لا بتفكر في مصلحه اللاعب، بتفكر في مصلحته او مصلحه الفريق ككله، بعد كده بيجي النتائج اللي بعد كده، سواء مصلحه الكابتن احمد سامي او مصلحه الفوز او تحقيق النقاط. هل حضرتك شايف ان هو ده الصح اللي المفروض مدير فني يفكر فيه طبعاً خلال وجوده مع الفريق؟ طبعا ده ضروري جدا. وانت ما انت بتيجي تدرب، لو دي جيت اشتغلت بشكل تجاري يعني حاجات معينه صغيره كده زي اي حد ما بيعملها، يبقى انت مش مؤثر، هتلاقي بتمشي على سطر وتسيب سطرين. لكن انت المؤشر بالنسبه لك هو اداء اللعيبه بشكل جماعي، هو شغالين ازاي. حتى لو بتتغلب، خلي بالك لو بتتغلب وانت بتادي بشكل كويس، ده بيديك طمانينه شويه كمدرب او جهاز فني ان جاي. ممكن الماتش ده لعيب مش موفق، بيضيع فرص، لكن كتوتال انت بتقيم الامور كتوتال، ما بتقيمش بالحته يعني. كرة القدم في 2019 كابتن احمد بقت بالعلم رسمي طبعا. هل شايف ان في بعض يعني بعض المدربين او بعض المدارس التدريبيه في مصر ممكن يشتغلوا بال يعني زي ما بنقول باللغه المصريه بالفهلاوه، او بالمخزون اللي كان موجود عندهم، او بالخبرات اللي كانت موجوده خلال وجودهم كلعيبه مروا مع مدربين مميزين وبالتالي بيحاولوا ينقلوا الخبرات، ولا العلم في الاخر هو اللي بينتصر وهو ده الحال الطبيعي في كره القدم؟ العلم هو العلم ده اساس، عشان نبقى متفقين، ده العلم. انت لو كمدرب ما عندكش العلم يبقى ما عندكش اساس. طب والتطوير يا كابتن؟ العلم مع التطوير. هو التطوير ده بيجي من ايه؟ من موهبه المدرب. المدرب لازم يبقى عنده موهبه، الموضوع مش عافيه صح. مش جاي انا مش جايب ناظر مدرسه صح. انت بالظبط اكنك فنان، ما هو المدرب ده اكنه فنان، ليه تصورات وليه تخيلات، ايه هي الاليات اللي توصل لك للفكره اللي انت بتفكر فيها. هي موضوع كله محتاج موهبه، بس لازم يبقى عشان الموهبه دي يبقى فيها ليها ثقل، لازم يبقى عندك علم طبعا. يعني واحد من المدربين اللي بنتكلم عليهم اكيد بنضرب بيه مثل، اعتقد ان بيب جوارديولا، يعني هل حضرتك بتشوفه هل هو مدرب مطول لنفسه، مدرب فعلا بيعمل الجديد لكره القدم، ولا تختلف مع الاراء اللي تقول بيب جوارديولا مدرب عبقري؟ لا مدرب طبعا، مدرب كبير طبعا. في ناس كابتن على فكره شايفينه مدرب يعني، لكن انا بالنسبه لي بالظبط انا عايز اعرف، انا بالنسبه لي يعني كان يعني انا دلوقتي انا بتفرج اصلي يعني بقرا مقالات المدربين صح. كل 3 شهور في جديد في الكوره صح. انا بيليجريني عنده افكار فظيعه في الكوره يعني طبعا. افكار يعني بقرا له ليه حاجات بيكتبها، افكار متطوره جدا في الكوره، ويمكن جوارديولا بياخد منه حاجات من افكاره دي يعني. بس جوارديولا طبعا مدرب اثر كتير قوي في شكل الكوره في العالم صح. بس دلوقتي الكوره بتاعت جوارديولا في الاتجاه كله مش رايح لها يعني. كوره جوارديولا صعبه وعايزه كواليتي لعيبه مختلف صح. فكله بيشتغل دلوقتي على الدايركت بول زي كلوب كده، بيشتغل دايركت بول الكوره المباشره وبيعتمد على عناصر معينة. هي دي الكرة اللي جاية، هتلاقي أغلبية العالم بيشتغل بيها لأنها ما بتحتاجش وقت، ما بتحتاجش مساحات كتير من بداية الهجمة، ما بتحتاجش ريسك كتير في مناطق في بداية الهجمة زي كرة جوارديولا. يعني مش عايز أروح بقى للكرة المصرية، بس هنرجع للكرة المصرية يا كابتن. مباراة النجوم والمقاولين الأخيرة حضرتك تعادلتوا 2-2، لكن كان في يمكن حدث غريب بعض الشيء، إن كان في هدف اتحسب لنادي المقاولين وبعد كده تم إلغائه.
حضرتك ليك كلام معايا وقلت لي يمكن كلام مهم جدا بصراحه. انا يعني بشكر حضرتك على ان حضرتك قلت لي دي لو جون او هدف اتحسب ليا وهو في لمسه يد او في شك انا هقول دي لمسه يد عادي، ما عنديش اي مشكله عادي لو الحكم مغير مش هزعل. لكن انا ازعل امتى بقى؟ لما انا بقى مصمم واتخانق واقول يعني هي لما تكون فعلا لمسه يد وانا اصمم ان هي مش لمسه يد. لا لا هي لمسه يد يعني انا لمسه يد وانا يعني حتى انا لا انا ما شفتهاش كويس تمام، عشان كده انا وقفت متفرج شويه. وحتى احمد علي معدي قدامي انا قلت له احمد علي جت في ايدك ولا ما جتش في ايدك؟ فما رضاش يقول لي خلاص يبقى جت كده فخلاص فبينا يعني. بس انا برضو انا مش شايف ان الكلام ده صح ولا غلط، جت في ايده ولا ما جتش؟ جت في ايده وخلاص الحكم حسبها. ممكن يحسبها ويرجع فيها لو الناس قالت له المساعدين قالوا له بتوعه ايه المشكله ان انا رجعت للصح. وانا بشكر الحكام جدا على انا طالما ما مشيتش الكوره وطالما ما صممتش على اللي في رايي وما سمعتش كلام حد زي ما بيحصل في ماتشات تانية، ده هو الصح الحاجه الايجابيه. يعني انا لو كنت مثلا اتغلبت بالجون ده كان برضه هتبقى شكلها مش كويس صح. يعني برضه الحكم عمل الصح، ده اللي انا شايفه. طيب راي حضرتك في البيان اللي لجنه الحكام قالته النهارده هقراه لحضرتك وللساده المشاهدين وبعدين علق عليه ونعرف اشمعنى بعد الحادثه دي طلع التقرير او طلع البيان من لجنه الحكام. اكدت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم ان قيام الحكم الدولي الكابتن محمد الحنفي بعدم احتساب هدف لصالح فريق المقاولون خلال المباراه التي جمعته امس بفريق النجوم ضمن مسابقه الدوري الممتاز تم بناء على التشاور الذي تم بينه وبين مساعده الأول عمر فتحي الذي أشار إلى أن الهدف تم إحرازه باليد حيث كانت زاوية الرؤية لديه مفتوحة للمرمى لكونه المساعد البعيد عن اللعبة. وأضافت اللجنة أن حكم المباراة لم يراجع أي فيديو خاص باللعبة حيث أن تلك التقنية غير معمول بها في الملاعب المصرية حتى الآن، كما أن أي معلومات عكس ذلك وردت في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة بالمرة. شايف البيان إزاي يا كابتن أحمد؟ شايفه عشان بس الناس ما تفتكرش إن كله بقى يجري بعد كده يروح باصص على الإعادة وداخل في ناس الحكم. ناس قالت كتير إن لا لا إن حصل تواصل بين الحكم لا وبين لا 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 الشخص كان بيتفرج على المباراة. لا لا لا, لا, لا أنا ما شفتش الكلام ده خالص صح؟ حصل أنا ما شفتش الكلام ده. خلي بالك أنا ممكن يكون أنا نظري أقوى من نظرك صح وانا واقف بعيد فاشوف احسن منك صح وانت قريب صح. ايه المشكله في الموضوع ده صح. يعني انا بس برضو الناس برضو مكبره الموضوع. الكلام ده لو الجون صح واتلغى الجون مش صح صح وانا رجعت او لو اتحسب وحضرتك خسرت بيه بالظبط فانا بقول لك يعني انا شايف ان الحكام يعني عملوا ماتش كويس وكويسين. نتيجه عادله يا كابتن 2-2 ما بينك وبين المقاولين ولا كنت تستحق المكسب؟ لا انا ما اقولش استحق، انا ما بقيمش الامور يعني كان نفسي اكسب صح. النتيجه انا اجتهدت والكابتن عماد النحاس اجتهد، النتيجه طلعت تعادل يبقى الحمد لله. طيب عايز اخد حضرتك عندك وقت كويس تقدر تستعدي فيه لمباراه نادي الزمالك اللي هتكون يوم 9 فبراير، اعتقد عندك وقت كافي ولا لا يعني نادي الزمالك فرقه قويه جدا طبعا. السنه دي وعندها فرقتين يعني عندها لعيبه على اعلى مستوى وهم ماشيين دلوقتي اول الدوري، فماتش صعب جدا يعني مش حته فتره الاستعداد هي اللي لا هي ماتش صعب زي ماتش الاهلي زي ماتش بيراميدز زي الفرقه دي هي اللي هل هيكون فيها كابتن استعداد بشكل خاص؟ هل ممكن يكون في معسكر لفتره قصيره؟ هل يكون لا احنا ما بنعملش معسكرات يعني مش المعسكر العادي اللي قبل كل ماتش، بس ممكن هتبقى طبعا في اختلافات في النواحي التكتيكيه تقابل فرقه كبيره هيبقى في طبعا تغيرات. يعني من ضمن المواقف الطريفه في الدوري المصري او المدربين اللي حظهم وحش مع حضرتك كابتن طارق يحيى، فرقتين السموحه وبتروجيت خسر من حضرتك المرتين وكنت السبب في ان هو يعني أنا السبب في حاجه لا أنا بس اصل الناس كتر يحيى ده مدرب كبير جدا وانا على المستوى الشخصي انا اشتغلت معاه مدرب عام قبل كده وبحترمه وبقدره راجل من المدربين الكبار في مصر. كون ان هو حصل ماتشين اي مدرب ممكن يتغلب، ما انا بخسر وبتغلب طب انا كابتن ممكن اخدها بطريقه ثانيه. هل كابتن احمد سامي دارس قوي طريقه لعب كابتن طارق يحيى وحافظ طريقه لعبه او ليه ما او مذاكره؟ ما انا كسبت برضه ماتشات يعني كسبت ماتشات كابتن ده
في موسم واحد في اقل من شهرين ماتشين يا كابتن. ما حبيتش جد ومسموح واللعيبه مختلفه وكل حاجه مختلفه. لا ما لهاش علاقه يعني. اه طبعا احنا بندرس وبنحلل الاداء بعد قبل كل ماتش، وعندي تقطيع الماتشات وعندي احصائيات للماتشات اللي انا بلعبها مع الفرق وبشوف الامور ماشيه ازاي. لكن برضو انت محتاج توفيق من ربنا ان بتعمل كل الحاجات الاسباب اللي تخليك تحاول تكسب، وطبعا توفيق ربنا ده في الاخر. الكابتن طارق انا بقدره وبحترمه جدا يعني. يعني لو قلنا الطموحات فريق النجوم والكابتن احمد سامي خلال الفتره اللي جايه ممكن تكون ايه؟ والله بص انا ما بفكرش كتير في الموضوع ده. انا النهارده شغال، بشتغل بكل قوه يعني. انا مش عايز اقول لك يعني انا لما بشتغل وامسك فرقه بيبقى نومي قليل حتى. بعد كده هيحصل ايه ده مش بتاعتي. يعني شايف ان حضرتك ممكن، هل ممكن يكون في بعض التدعيمات الفتره اللي جايه، ولا حضرتك خلاص شايف ان السكواد او اللعيبه اللي موجودين هم دول اللي هتكمل بيهم لنهايه؟ اه طبعا اللعيبه زياده عن 98% هم اللعيبه اللي هكمل بيهم. انا عملنا تدعيمات، جبنا لاما كولين وجبنا ديدي كوريه اعاره من الاتحاد، وجبنا توسون راس حربه من نيجيريا، وغباشي ايمن غباشي ده كان محترف بره رجعناه موجود تبع فرقه النجوم. طبعا في مراكز، في مركز او مركزين في شرطة عندي فيهم، وهو ده اللي هنحاول نجيب بديل كويس يعني. اخيرا كلام بيقال على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والجرايد كابتن عصام الحضري في مفاوضات من جانب نادي النجوم لضمه خلال الفتره القادمه، هل الكلام ده صحيح ولا لسه مجرد اتفاقات وكلام؟ كابتن عصام الحضري ده قيمه كبيره، واحنا بالنسبه لنا يا ريت يبقى موجود. بالنسبه لي كمدير فني يا ريت. حصل مفاوضات يا كابتن معاه؟ طبعا كلمته في التليفون ده، بس يعني عصام انا يعني صديقي يعني. كلمته وانتوا يا ريت تبقى موجود معايا يعني حاجه. يعني ممكن الايام اللي جايه دي ممكن يحصل مفاجآت بانضمام كابتن عصام الحضري لنادي النجوم؟ يا ريت يا ريت، بس لسه الكلام ده مفيش يعني احسن من كده. حضرتك تتمنى وجود لاعب ده طبعًا حاجه طبعًا حاجه جميله جدا وقيمه جدا. عصام لعيب كبير ولعيب يعني من ضمن التاريخ لحراسه المرمى في مصر. طيب كابتن احمد سامي شرفتني ونورتني وسعدت جدا بوجود حضرتك معايا. انا معاك والله، ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا دي كانت فقره مهمه جدا مع واحد من نجوم التدريب في مصر الكابتن احمد سامي في مهمته، نتمنى له التوفيق فيها مع فريق النجوم. نروح للفقره الحواريه الثالثه مع زميلي العزيز زميلي هشام، ولكن بعد الفاصل. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لسه متواصلين معاكم فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، وفقرات في الحقيقه عديده من خلال اخر ساعه لينا متبقيه من خلال حلقه اليوم. واحنا عارفين دايما ان احنا بنكون متواجدين معاكم من بدايه من الساعه 7 حتى الساعه 10 مساء، علشان كده في ملف مهم جدا هنتكلم فيه دلوقتي. والفقرة الأخيرة بالتحديد مقسمة لجزئين، جزء أولاني هنستضيف فيه الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي وعميد كلية التربية الرياضية، وكمان الجزء الثاني هيكون مع كابتن محمد السلعاوي نجم الأهلي السابق لكرة السلة، وهيكون حديث مهم جدا في الجزئين في الحقيقة. فبالتالي خلوني أرحب في البداية بالدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي. يا دكتور مشرفنا ومنورنا. أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. يعني بصراحة بكرة في حدث مهم جدا في النادي الأهلي وهو افتتاح صالة الجمباز الجديدة والتعديل اللي حصل فيها والاختلاف الكبير اللي إن شاء الله هنشوفه بكرة، وأكيد كاميرا قناة الأهلي هتغطي لنا الحدث بشكل كبير. تعليق حضرتك على الخطوة المهمة دي اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بقيادة ورئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعتقد كان فيه تركيز كبير جدا على تطوير جهاز الجمباز بشكل عام وبالتحديد الصالة اللي يمكن كانت على مستوى يمكن مش ولا بد خلال السنوات السابقة، لكن التجديد أكيد هنشوفه بكرة هيكون على مستوى كبير جدا. طبعا هو صالة الجمباز من ضمن يعني المنشآت اللي في النادي الأهلي كان عليها كلام كتير فعلا، لانها كانت محتاجه الى تطوير شامل. والحقيقه مجلس الاداره الحالي منذ ان بدا في اعداد خطته الانتخابيه قال نصا صراحه كده ان صاله الجمباز سيتم تغيير اجهزه بالكامل. حصل. وبمجرد ما مجلس اداره النادي
قيادة كابتن محمود الخطيب وصلوا بدأوا في تنفيذ هذا السطر اللي موجود. عشان تعمل عملية تطوير شامل بقى زي ما مجلس الإدارة قال ثم قرر هذا لما جه فعلا بدأ بقى يحصل يعني خطة كبيرة جدا لهذا العمل. تمام. العمل اللي انت هتشوفه في الافتتاح بكرة ده إن شاء الله. في جهود جبارة اتعملت. والعمل ده داخلين بقالنا تقريبا على سنة بيحصل فيه شغل. تمام. مجلس الإدارة بياخد القرار بعد كده الإدارات بقى التنفيذية عشان تنفذ القرار. استلم القرار نشاط الرياضي بقيادة كابتن رؤوف عبد القادر. طبعا. وبدأ يحط خطة متكاملة لكيف سيتم هذا الأمر. إن هذا الأمر مش مسألة كده تروح تشتري جهاز وتحطه وتعمل. لا لا ده حكاية معقدة من جميع النواحي. فكابتن رؤوف الحقيقة يعني أدار هذا الملف باحترافية شديدة جدا وبتنسيق على أعلى مستوى بين كل إدارات النادي الأهلي. ومجلس الإدارة كلف دكتور مهند مجدي إنه يمسك الملف ده. فحصل تنسيق ما بين كابتن رؤوف والدكتور مهند على أن يتم تشكيل لجان ورش عمل اجتماعات مستمرة عشان نبحث إيه اللي هيحصل في عملية التطوير. تمام. العمل ده والجهد ده استمر على مدار سنة. لأنك هتغير لإيه؟ ولأول مرة إحنا بنتعرض أن الأجهزة بالكامل تتغير. عادة كان بالكامل. يتم بالكامل. عادة يتم تغيير جهاز اتنين، مجموعة أدوات، مجموعة مراتب. هل الأجهزة القديمة كان يعني خلاص صلاحيتها انتهت أو التقنيات بتاعتها أصبحت يعني قديمة بشكل كبير جدا عشان كده خلاص تم تغيير كل الأجهزة؟ ولا بالمرة هو تغيير لازم نجدد بشكل كبير؟ لا هقول لحضرتك، هو كان الصالة نفسها مقسومة لمشكلتين. مشكلة المبنى الاستراكشر نفسه المبنى فعلا، ومشكلة الأجهزة. فكانت الأولوية للمبنى. المبنى خلاص اتغير واتطور، أصبح دلوقتي المشكلة القائمة اللي هي الأجهزة، لأن اللاعبين مش قادرين يتدربوا على أجهزة صلاحيتها انتهت. وبالتالي عندك مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى أن سوء الأجهزة هو مش بس مرتبط بانخفاض المستوى، لكن كمان مرتبط بتقليل عوامل الأمان. تمام. دي طبعا لقطات للصالة بتاعه الجمباز في النادي الاهلي. يا جماعه دي لقطات قديمه ولا جديده؟ دي لقطات جديده. دي لقطات جديده دي جديدة. اثناء الاصلاحات والتجديدات، وبكره طبعا هنشوف المنظر بشكل بأثناء جديد عملية تماما الإعداد. وحيكون منظر اكثر من رائع ان شاء الله باذن الله. اتفضل. دي اثناء عمليه الاعداد. تمام. لكن خليني ارجع تاني اقول لك ان بدانا نحسب كويس جدا الاجهزه كلها مش صالحه، هنشتري ايه بالظبط، أولوياتنا الفنية إيه، مواصفاتنا الفنية اللي إحنا عايزينها إيه. والحقيقة أن إدارة النشاط الرياضي مشيت معانا خطوة بخطوة في هذا المشوار بقيادة كابتن رؤوف عبد القادر. بذل مجهود معانا جبار يعني. وكمان كابتن ياسر عبد العال نائب مدير النشاط. يعني عايز أقولك أن الإيقاع كان ماشي أسرع مننا، يعني كل طلباتنا مستجابة. اجتماعات دورية على طول مع كل إدارات النادي. كويس جدا. من مدير النادي، مدير المقر خالد مرسي، محمد بن مرجان، ادارات النادي المختلفه كلها بتشترك، لان في امور ماليه هتدخل في عمليه الشراء طبعا، بتغير في تصميم الملعب عشان يبقى اكثر يعني اداء وافضل، بتغير في لو في الصوره هيجي لك الحفره الاسفنجيه اللي موجوده دي معموله عشان اللاعبين يقعوا فيها اثناء الاداء فتوفر امان طبعا. دي اتطورت بشكل كبير جدا وبقت اكثر امانا وباحدث مستوى في العالم. فكل الامور دي فضلت ماشيه بقى لحد لما دخلنا في الاجراءات الماليه من شراء، من مناقصات، من ما الى ذلك. كان عندنا مشكله تانية وهقول لك برضو اتحلت بسهوله جدا لان اداره النشاط كانت واعيه جدا بالحكايه. ان احنا لما نيجي نشتغل في تطوير الصاله هنضطر اخلاء الصاله، وبالتالي فرقنا كلها هتمرنوا فين؟ هتروح فين؟ كان الحل ايه بقى؟ كان الحل ان احنا تم تاجير مكانين، صاله مركز شباب الجزيره وصاله كليه التربيه الرياضيه، ونقلنا فرقنا فيها لمده شهرين وما حصلش دروب. انت ممكن كنت متعرض يحصل لك اي لخبطه بالظبط، فانت في الوقت اللي بتطور انت فرقك شغاله.
كويس جدا. عندك بطولات. يعني كل وطلباتنا كل العقبات اللي ممكن تواجهكم من خلال طبعا الاصلاحات الجديده في الصاله نفسها. كل العقبات اللي كانت موجوده خارجيه بالنسبه انت مش عايز الفرق تتاثر. انت عندك جزء خارجي خاص بفرقك اللي هتروح تتمرن بره، وجزء داخلي خاص بشراء الاجهزه واستلام الاجهزه وتوزيع الاجهزه من اول وجديد وتصميم الصاله بشكل مختلف عن الاول يبقى اكثر امانا واكثر اداء. فكل الامور دي يعني كتيبه من العمل بقياده كابتن رؤوف عبد القادر والدكتور مهند مجدي بتكليف مجلس اداره فعلا اداروا هذا الملف بشكل بحيث ان احنا اسره الجمباز يعني دلوقتي لو تسالوا الناس مش مصدقين هو ايه اللي حصل وازاي. هو في الحقيقه كان حلم لكل الاهلاويه ان يبقى في صاله جمباز بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي. وانا بصراحه كنت رحت وشفت الصاله زمان يعني فترات بعيده قبل ما يبتدوا الاصلاحات فيها، كانت الصاله للاسف مش بالشكل المطلوب واللي يليق بحجم النادي الاهلي. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي الحالي طبعا لما شاف الصاله وعرف الامكانيات اللي فيها اللي تعتبر امكانيات غير مناسبه اطلاقا فقرر وكان وعد بالنسبه له ان هو يغير بشكل كامل هذه الصاله سواء من ناحيه المبنى نفسه او حتى من ناحيه الاجهزه زي ما قال دكتور محمد فؤاد. طيب عايزين نتكلم عن الجمباز بالتحديد يا دكتور، اكيد في فروع كتير للجمباز، عايزين نعرف جمهور النادي الاهلي بالفروع دي. احنا في النادي الاهلي لازلنا حتى الان في فروع طبعا موجوده. يعني عندك الجمباز الفني وهو ده اللي موجود في النادي الاهلي، جمباز فني بنين وفني بنات. تمام. احنا لازال موجود عندنا هذا انه اتحاد الجمباز اتجه لفتح فروع اخرى من الجمباز هي لسه ما دخلتش عندنا زي الايروبيك. تمام. زي الجمباز الايقاعي اللي هو بيستخدم الشريطه والطوق والكوره، زي الترامبولين اللي هو منصه كده بسوست. تمام. زي الجمباز العام اللي هو العروض الرياضيه وما الى ذلك. الانواع الاخرى دي لسه ما دخلتش عندنا، لسه ما دخلتش لارتباطها بالمكان وارتباطها بالامكانيات. كل حاجه بقى عايزه ملعب، عايزه مكان. فكان مجلس اداره مركز جدا، انا عندي نوع معين موجود ولازم اطوره باعلى مستوى. الاعلى مستوى اه بالظبط، تاخد خطوه الاولى. الخطوه الاولى ان انا اطور اللي موجود عندي وبعد كده ابتدي افكر في الانواع. والتطوير ده في درجات، يعني ممكن تطور لكن كان مجلس اداره توجهه واداره النشاط ان احنا ندور على اعلى المواصفات. كويس جدا. بغض النظر عن التكلفه واحسن الاجهزه والجوده بغض النظر عن الاسعار والتكلفه. ده كله خدمه لابناء النادي الاهلي فعلا. فكان التركيز كده، ودي خطه طبعا يعني النادي مشكورا ان هو بيفكر فيها. انا قبل ما افتح فروع اخرى وما بقاش عندي امكانيات لسه كتير وعندي مش مجرد ان انا افتح فروع وخلاص ودخل عكس. تدريبات اخرى او لا. اجهزه او العاب اخرى مرتبطه طبعا بالجمباز وخلاص، لا الاهم ان انا كنت اطور الاول اللي عندي وبعد كده افكر في دخول الفروع الاخرى. بالظبط كده، ده كان الخطه ان انت اللي عندك ده يبقى اعلى على اعلى مستوى يليق باسم النادي الاهلي، يليق بلاعبين بيلعبوا باسم النادي الاهلي، وبعدين بعد كده ممكن نفكر في الانشطه الاخرى بتاعت الجمباز. طيب كويس، هنتكلم عن التفكير في الانشطه الاخرى للجمباز، لكن خلينا في الاول نروح نشوف التقرير المهم ده مع دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي اكيد كان ليه دور جدا كبير من خلال طبعا الكلام اللي قاله دكتور محمد فؤاد. نشوف قال ايه عن التطوير في الجمباز ونرجع مره ثانيه. بصدد اللمسات الأخيرة لصالة الجمباز اللي هيتم افتتاحها بكرة إن شاء الله بإذن الله كأجهزة جديدة. احنا عملنا التطوير الصالة ده كان السنة اللي فاتت، ولكن السنة دي بنعمل تطوير أكبر بكتير جدا حتى من حيث المعدات اللي اتعملت والمبلغ اللي اتصرف فيه في الأجهزة المعروضة. فاحنا دلوقتي بنصدد ان احنا نعمل التجهيزات الأخيرة للافتتاح بتاع بكرة. بنحاول بنشوف آخر الاستعدادات للموضوع، الفرق الولاد اللي
اللي بيتمرنوا اللي هيعملوا العرض الصغير بكره ان شاء الله قدام مجلس الاداره. نستعرض المكان بعد الفرشه الاجهزه كلها ما اتفرشت. لو في اي مشكله بنحاول نصلحها لحد عشان بكره تبقى الامور متظبطه. عندنا كمان حتى الساوند سيستم اللي ما كانش موجود بقى موجود في الصاله. الحمد لله يعني دي يعتبر حاجه عظيمه جدا. انا بوعد كل اولياء الامور وكل اللعيبه في رياضه الجمباز عندنا هنا في النادي ان هم هييجوا بكره ان شاء الله هيشرفونا في الـ في الـ في الافتتاح. هيشوفوا حاجه هتبسطهم جدا جدا. احنا كنا حريصين ان احنا نحاول بقدر الامكان لو في حاجه نقدر او نقدر نوفرها في الفروع الثلاثه بنحاول نوفرها. لكن طبعا ده مش هيبقى متاح دايما ومش هيبقى متاح في كل الالعاب. ولكن لما لقينا ان في فرصه ولو حتى بسيطه ان احنا نعرض يبقى في موجود تنس طاوله يخدم الفرق ويخدم الاعضاء في الجزيره عملنا الموضوع ده حتى لو بشكل مبسط ومصغر. ولكن ممكن تبقى نواه زي ما نقول لو يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاحنا برضو انتهينا من معمل مواضيع صالة تنس الطاولة. وخلال ايام كمان وده بقى الحدث الكبير جدا اللي احنا كمان في انتظاره هتبقى افتتاح صالة الكاراتيه. دي طبعا حاجة يعني حلم يعني كل لعيبة الكاراتيه بيحلموه مثلا من اكتر من 12 سنة و 15 سنة. انا واحد منهم وانا بلعب كان عندي حلم ان يبقى الصالة دي صالة كاملة ومتكاملة مجهزة ومتقفلة مكيفة. فالحمد لله يعني المجلس بيمشي بخطوة ثابتة جدا فيما يخص مجال الانشاءات بالذات فيما يخص الالعاب. طبعا ده ناهيك بقى عن اللي هيتم فيه او اللي بيتم في فرع الشيخ زايد واللي هيتم ان شاء الله في فرع التجمع الخامس باذن الله. احنا في الفرع يعني مثلا مدينه نصر احنا بنعمل حمام سباحه جديد هيخدم الاعضاء وهيقلل العبء شويه من على مجمع حمام السباحه. فده طبعا يعني حمام سباحه متكامل بامواج وحاجه رائعه جدا. هنعمل منطقه جلوس للاعضاء كبيره جدا في مكان ملاعب التنس القديمه في مدينه نصر. فدي طبعا هتبقى انجاز رهيب جدا هيقلل العبء برده من على المنطقه الاستثماريه والمنطقه الاساسيه الحديقه الرئيسيه في النادي. هيبقى فيها مطاعم مع كل الماركات وكل ما يخدم الاعضاء. هتبقى فيها مساحات للجلوس للاوت دور وكمان كمنطقه اجتماعيه مقفوله عشان اوقات الشتاء والامطار وكده والجو اللي مبقاش مناسب. فدي هتبقى نقله. ده بالنسبه لمدينه نصر. بالنسبه للجزيره طبعا الناس كلها عارفه ان مدرج الكوره بيتم فيه العمل على قدم وساق. بجنبيه بقى صاله الجمباز اللي احنا فيها وجنبيه من الناحيه الثانيه الكاراتيه. فدي هتبقى طبعا المنطقه الشرقيه من النادي دي كلها او غير تنس الطاوله المنطقه دي كلها هيتم احيائها من اول وجديد. يعني هتبقى نقله جدا. الاعضاء كلهم هيتبسطوا جدا من المنطقه دي يعني. وشيخ زايد طبعا ما انتهيناش طبعا من المرحله الاولى. وكمان بصدد ان احنا نستكمل الملاعب وكل اللي ناقص هيبقى فيه ملاعب اخرى لرياضات مختلفه. صاله الكاراتيه اللي في الشيخ زايد هي معموله طبعا كتنت او خيمه. هيتم ان شاء الله في المتصور انها هتتعمل صاله ثانيه مقفوله زيها زي اللي موجوده في مدينه نصر واللي هتبقى موجوده هنا. يعني ده غير بقى طبعا منطقه مبنى اجتماعي جديد في الشيخ زايد. كل ده في المرحله في المستقبل القريب زي ما بيقولوا. لسه بقى المستقبل البعيد لسه عندنا خطط كبيره جدا ان شاء الله ومع فرع التجمع ان شاء الله باذن الله. الناس لازم تعرف ان مجلس الاداره عارف دوره كويس قوي وعارف ان عنده محاور كتير بيشتغل عليها. المحاور دي منها فريق الكوره منها قطاع النشاط الرياضي وفرق النشاط الرياضي للالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه منها الموظفين والعاملين ومنها اعضاء الجمعيه العموميه. كل واحد من دول هو ده بقى دور مجلس الاداره انه اسمه مجلس اداره عشان يقدر يدير الموارد اللي عنده في انه يخدم كل المحاور دي بحيث ان ما حدش فيهم يتاثر وفي نفس الوقت نقدر نوصلهم كل الدعم اللي مطلوب. فما يلاقوش من القصه دي خالص. احنا النادي متقسم لمحاور ومتقسم لملفات مهمه والحمد لله كل واحد قايم بدوره بشكل اكتر من رائع. يعني بنطمن كل الناس بنطمن الجماهير بنطمن الاعضاء بنطمن الموظفين بنطمن فرق النشاط الرياضي محدش يقلق من اي حاجه ان شاء الله. الحقيقه الكلام اللي قاله دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي يطمن بشكل كبير جدا كل اعضاء النادي الاهلي. مش اعضاء النادي الاهلي بس كمان جمهور النادي. لان في البدايه المجلس لما جه كان ليه برنامج هو برنامج اسمه عائله النادي الاهلي. البرنامج ده الواضح من خلال الكلام ده انه بيطبق على ارض الواقع. وبالمناسبه اعضاء الاهلي ما بينسوش
لما هيكون في وعود من مجلس اداره النادي الاهلي هيشوفوا في الاخر الوعود دي اتنفذت ولا لا. الواضح بشكل كبير جدا ان الوعود دي في طريقها للتنفيذ. كلام ومحاور عديده اتكلم فيها دكتور مهند مجدي، وده تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي اللي وعد بيه مجلس اداره الاهلي الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب. مهم جدا ان الوعود تتنفذ، وده اللي بيحصل في الحقيقه. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. اتكلموا في او دكتور مهند مجدي بالتحديد واكيد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي اتكلموا في العديد من الملفات، سواء تنس طاوله وصاله تنس طاوله، حمامات سباحه جديده في اهلي مدينه نصر، افتتاح صاله الكاراتيه، وده شيء مهم جدا في فرع النادي الاهلي في الجزيره، والاهم كمان طبعا تجديد صاله الجمباز، وده اللي احنا بنتكلم فيه طبعا مع ضيفنا العزيز دكتور محمد فؤاد. مجهود كبير بصراحه بيتعمل مجلس اداره. هو بس عايز اقول لحضرتك ان يعني في جميع الاجتماعات وورش العمل اللي تمت بحكم ان انا مسؤول عن الجانب الفني اكيد، فهم كورشة عمل بقياده مثلا دكتور مهند في مره، قياده كابتن رؤوف عبد القادر، ما فيش مره طلبنا حاجه من الناحيه الفنيه وقالوا لنا لا، ما قالوش لا، ما فيش مره قلنا فكره واقتنعوا بيها وقالوا لا، برغم ان ممكن انت بتقول الفكره هتتكلف، هتعمل مجهود، هيحصل وراها، هم مش بيتاخروا في الحقيقه خالص، بالعكس ده هم كانوا يعني الكابتن رؤوف بعد ما نقعد في اجتماع ونتفق على خطوات معينه، بعد ما تخلص، قبل ما تخلص يقول ايه تاني، عايز ايه تاني، كويس، مطلوب ايه تاني. دكتور مهند كل يوم عندنا في صاله الجمباز رايح جاي عشان يشوف بعينه، كابتن رؤوف رايح جاي يشوف بعينه ايه المطلوب، عايزين ايه، وده بيديك مؤشر على الاهتمام الكبير. اتفضل. الاهتمام الكبير جدا بانك تعمل صاله على اعلى مستوى، مش مساله انك تعمل صاله وخلاص، صح، لا ده مجهود سنه اتبذل. كان ممكن على فكره يطوروا الاجهزه بس ويريحوا، يعني يريحوا دماغكم، انا بتكلم كده يعني بصراحه، لكن هم خدوا على عاتقهم تطوير المبنى نفسه وتطوير الاجهزه، وكل ده في صالح ابناء النادي الاهلي اللي طبعا متواجدين في هذه اللعبه، لعبه الجمباز، واللعبه في الحقيقه عليها اقبال كبير جدا اعتقد يا دكتور من اعضاء النادي الاهلي. علينا اقبال كبير جدا، وكانت شكوى الناس طبعا من سوء الاجهزه وان ده لا يليق، وان طبعا مجلس اداره وفى بوعده على طول، وفى بوعده وزي ما قلت لك باعلى المواصفات واعلى مستوى. يعني زي ما حضرتك قلت كان ممكن جدا تتعمل اقل من كده وكان يبقى لا 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 خالص. ويبقى اسمي غيرت برضه. لا لا محدش هيقدر يقول لي انت ما غيرتش غير الناس بقى اللي فاهمه قوي. بس الجميل ان هم بصراحه بيغيروا الدنيا من يعني مش عايزين نقول صفر مثلا، من 10%. المهم ان القياده اللي بتدير الملف بتكليف مجلس الاداره دكتور مهند وكابتن رؤوف هم موجودين في صاله الجمباز يعني يوميا. يوميا عايشين الحدث. انت مش بتكلم حد قاعد في مكتبه، مش بتكلم حد مش عارف ايه القصه. فلذلك لما بيكون في مشكله هو عايشها معاك وشايفها، وبالتالي بيعملها ومنتهى السرعه. وكل ادارات النادي اشتغلت في هذا الشان، وكل ادارات النادي حصل تنسيق كبير ما بينها عشان كله يشترك في اخراج المنتج اللي بتقوله. عشان كده في الاول انا قلت لحضرتك ايه، في برنامج مجلس الاداره في سطر، هذا السطر كلف النادي فلوس بالملايين وعمل وجهد من اداراته لمده سنه عشان السطر ده تغيير وتطوير اجهزه صاله الجمباز. تمام، ده شيء مهم جدا. عايز بس حضرتك تشرح لي اللقطات اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي في الصاله، وايه الاجهزه وانواع هذه الاجهزه واهميتها بالنسبه للاعبين واللاعبات طبعا. شوف انا هكلمك على حاجه انت بس عدت دلوقتي بسرعه كده، اللي هي ايه، مكعبات، مكعبات سفنج كده ظاهره في الشكل. ايوه شفناها، مكعبات السفنج دي هي دي الحفره الاسفنجيه المرتبطه بالامان بالنسبه للاعبين. دي ما كانتش النظام ده موجود عندنا، ما كانش موجود اصلا، نظام تاني من الحفر اقل امانا. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن شيت، والشيت ده عباره عن تحتيه زي مرتبه، تمام، متركبه بسوست في الجناب تحمي اللاعب من السقوط. ده نظام امان اقل. انا مستني اللقطه تيجي اللي فيها الحاجات الاساسيه وتكلفته اقل. انما نظام المكعبات ده، المكعبات انت بتشوف المكعبات فوق، بس هو القيمه مش في المكعبات اللي ظاهره قدامك. فان تحت هذه المكعبات في نوع معين من المراتب، ماده خاصه جل، ده مش موجود، دي احدث حاجه في العالم والله. في مصر لسه مش مدخلش. ده احدث حاجه مستوردينها من بره. المواصفات الفنيه اللي طلبناها في فيها في الحفره دي فيها هذا النوع
من المراتب الجل اللي تعمل عمليه اقصى امتصاص عشان يحافظ على اللاعب. فانت شايف مكعبات فوق بس تحت في تصميم. ما هو اهم من هذه المكعبات؟ مكعبات هي معانا اهي في الصوره اللي حضراتكم طبعا شايفين معانا، هي دي المكعبات الاسفنجيه اللي بيتكلم عليها دكتور محمد فؤاد طبعا رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي، وما تحت هذه المكعبات من ولذلك التصميم ده ممكن تعمله بنص الثمن لو استغنيت عن بعض الحاجات اللي تحت كمراتب من الجيل دي توفر لك نص الثمن. ده ما حصلش، لكن المجلس كان مصر ان الامور كلها كامله متكامله اعلى المستوى، هات احسن حاجه وبلا تردد. في الحقيقه بقى خليني اقول لحضرتك على حاجه، بعد ما المجلس يعمل كل الامكانيات دي ويوفرها لجهاز الجمباز، مطالب من جهاز الجمباز ان يكون في نتائج واداء فني اكثر من رائع طبعا بعد توفير هذه الامكانيات، وده اللي احنا متوقعينه وان شاء الله متاكدين منه من خلال حضرتك ومن خلال اللاعبين واللاعبات في جمباز النادي الاهلي. خلي بال حضرتك كمان، هو قبل الاجهزه دي ما تتطور مع بدايه الموسم مجلس الاداره مشكورا وكابتن عبد الرؤوف مدير، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط، وافقوا لنا على زياده اعداد المدربين. احنا كان عندنا نقص كبير في اعداد المدربين فعملوا لنا طفره كبيره في اعداد المدربين. طبعا يعني كنا كام مثلا، كام مدرب وبقينا كام؟ يعني اقول لك مثال، مثلا انت لما يبقى عندك فريق مكون من 12 المدرب في الجمباز الاعداد لازم تبقى قليله عشان عمليه السند وما الى ذلك. لما مدرب واحد يبقى واقف على 12 هيضطر يوقف بال 12 دول على جهاز واحد ويطلع بالدور كده كل واحد على ال 12. طيب لو بقوا اثنين مدربين هنقسم يبقوا ستة مجموعتين وستة مجموعتين، لو بقوا ثلاثة وهكذا. فالنادي عامل كده فتت لك ان مفيش حاجة اسمها مدرب واحد. طب والمدرب ده لا قدر الله اي مثلا توقف الفرقة، ولذلك كان عندنا مشاكل أخرى فنية كتيرة جدا هي غير ظاهرة. يعني هي دلوقتي الحفرة والمراتب والأصالة دي ظاهرة، لكن تعالى بقى في التطوير اللي حصل في الجهاز الفني بقى كبير جدا. تعالى بقى تطوير تاني كمان هم عملوه، انه رفعوا المرتبات بالنسبه للمدربين كويس، وبالتالي لما بتدخل دلوقتي في سوق التعاقد مع المدربين مصدر قوه كبير جدا طبعا اسم النادي الاهلي طبعا ده أكيد. بالاضافه الى انك حسنت المرتبات اللي تقدر تجيب بيها الاختيارات اللي انت عايزها. دي كلها حاجات مش ظاهره للناس، لكن هي حاجات في الاخر بتصب في مصلحه النشاط وفي مصلحه الانشطه كلها اكيد. وبالتالي انت طورت كل العناصر بتاعه اللعبه، طورت المدربين. حتى هقول لك على حاجه تاني، اتحاد الجمباز بينظم بعض الدورات التدريبيه الدوليه وما الى ذلك مع الاتحاد الدولي. النادي بيدعم المدربين اللي بيروح يشتركوا في الدورات دي ويدفع لهم فلوس كمان، ودي صفقه جديده ما حصلتش، وعندنا مجموعه من المدربين. واضح ان في تركيز كبير بصراحه من مجلس، ففي اهتمام يعني اهتمام كبير في الحقيقه بالجمباز، مش بس الجمباز، يعني احنا عايزين نتكلم في مختلف الانشطه والرياضيات داخل النادي الاهلي، سواء من حيث الناحيه الفنيه، من حيث المنشات، ومن حيث كل حاجه بصراحه. ما هو انت حضرتك بتتكلم في المنشات دلوقتي عشان بنشوفها، لكن قبل الحكايه كان في تطوير تاني كبير جدا بيؤدي في النهايه الى ان يعمل منظومه متكامله تعمل مستوى رياضي في جميع الالعاب يليق باسم النادي الاهلي. ما هو التطوير حصل في الجمباز ده، هو مش حصل في الجمباز عشان الجمباز بس، لا طبعا. ولسه الدكتور مهند هو بيتكلم في الكاراتيه وفي جميع الالعاب، وكره قدم كمان عندها جميع الالعاب اكيد محتاجه برضو تطوير، من سواء من ناحيه الاجهزه الطبيه، من ناحيه الاوض والغرف الخاصه باللاعبين، حاجات كتير جدا هيتم تغييرها، وده شيء مفروغ منه. يعني اكيد لازم كل جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي يطمنوا من هذه الجزئيه بالتحديد. طيب احنا كنا بنتكلم على الفروع العديده للعبه الجمباز، وقلنا ان الاهم ان انا اطور اللي عندي الاول، وبعد كده ممكن ادخل الفروع الاخرى دي. امتى ممكن نشوف الفروع الاخرى الخاصه بالجمباز تدخل النادي الاهلي؟ طب انا هقول لك حاجه كمان من ضمن يعني الاهتمام بالانشطه بالجمباز. احنا الصاله دي نتيجه الاقبال المتزايد عندنا، الاعداد كبيره، ففي يعني ايه، خلينا اقول كثافه عدديه كبيره جدا، وبالخصوصا بالنسبه للاطفال الصغيرين. فالنادي قرر انه يعمل صاله مخصصه لجمباز المبتدئين بجوار الصاله دي، وخدنا عليها موافقه مجلس اداره وافق. والكابتن رؤوف عبد القادر شغال في وقت واحد في الصالتين، يعني بيشتغل في دي وبيشتغل في الناحيه الثانيه، نشاط رياضي بيجري ورانا
في السلطين. طب انا عايز اسال حضرتك اسئله سريعه جدا قبل ما نختم بتحديد، عايز اسال عن اللاعبين واللاعبات جمباز النادي الاهلي، هل هم من ابناء النادي الاهلي ولا بعضهم، ولا في ناس من بره ممكن تكون متواجده في اللعبه؟ لا احنا بقرار مجلس اداره جميع اللاعبين من ابناء النادي الاهلي. كويس عشان نوضح الامور دي للناس. تمام. كنشاط خدمي لابناء النادي. طيب البطولات او ابرز اللاعبين الاول اللي عندنا مثلا قول لي اسماء. عندنا لاعبين احنا في المنتخب موجودين، وعندنا محمد مختار موجود، وعندنا عبد الرحمن محمد موجود، وفي البنات عندنا فرح سيد وعندنا ندى. خلي بالك منتخب الجمباز الفريق ثلاث لاعبين، فانت لما يبقى عندك لاعب من الثلاثه الاساسيين تبقى انت يعني عملت انجاز. لكن في وقت من الاوقات كان عندنا اعداد اكبر من كده، والحكايه دي قلت شويه نتيجه نقص الاجهزه. طيب اهم التحديات اللي عندكم او اهم البطولات اللي هتشاركوا فيها كجهاز جمباز في النادي الاهلي الفتره الجايه هتكون ايه؟ احنا عندنا بطولات الجمهوريه منقسمه الى نصين، نص بدا وخلص، والنص الثاني هيبدا يوم 31. فاحنا هنبدا بطولات الجمهوريه مع بدايه الصاله. يعني هنبدا لحد شهر 4. اكيد شيء مهم، ونتمنى لكم كل التوفيق في الحقيقه، وخصوصا في ظل المجهودات الكبيره اللي بيبذلها مجلس اداره النادي الاهلي، فاكيد هيكون عليكم مجهود اكبر ان شاء الله خلال الفتره الجايه في حصد البطولات لجمباز النادي الاهلي بعد توفير كل هذه الامكانيات. يعني دكتور محمد فؤاد نورتنا وشرفتنا اكيد النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا كان معانا في الجزء الاول من الفقره الاخيره من حلقه الاهلي الليله النهارده دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي وعميد كليه التربيه الرياضيه، واتكلمنا في ملف مهم جدا وهو الجمباز داخل النادي الاهلي، سواء من حيث المبنى نفسه او حتى من حيث تطوير الادوات الفنيه الخاصه باللاعبين داخل النادي الاهلي، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق. هنروح لتقرير مع دكتور او كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، بيتكلم فيه برضه عن صاله الجمباز. بعد الفاصل نرجع نستقبل كابتن محمد السلاوي نجم الاهلي السابق لكره السله في اخر فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده بعد الفاصل. النهارده مجلس الاداره بيفي بالوعد، جميع الاجهزه اللي كانت موجوده في الصاله يمكن كانت وصلت لحاله اصبحت خطر على اللاعبين ممارسه اللعبه. احنا خدنا الخطوات لضمان ان الاجهزه الجديده تكون على اعلى مستوى، يعني الماركات اللي قدام الساده المشاهدين دي كلها هي الماركات المعتمدة لبطولات العالم والأولمبياد، فدي الأحسن الماركات اللي هي موجودة. جميع الأجهزة متطلبات اللي موجودة عشان تبقى صالة كاملة متكاملة الحمد لله وفرناها. بقول يعني أصغر حاجة إن في الوايرات اللي بتبقى ماسكة زي السادة المشاهدين ما هيشوفوا بتبقى الاجهزه ممسوكه بوايرات. لما جينا نجرب نعمل الوايرات دي في ارضيه الملعب بصينا لقينا ان ارضيه الملعب على حسب الستاندر بتاع الشركه انها لازم تكون 50 سم في 50 سم بعمق 50 سم خرسانه مسلحه. غيرنا جميع الارضيه وعملنا الاعدادات الخرسانيه، ده ليه؟ يعني علشان خاطر اولادنا نضمن السلامه ليهم. بقول مش كده وبس، احنا الموضوع مش موضوع اجهزه، موضوع اجهزه فنيه. بقول ان اعداد الجهاز الفني للفرق الجمباز تضاعف في بدايه الموسم، اصبح موجود 2 مدربين على كل جهاز بعد ما كان في مدرب واحد موجود على كل جهاز. جميع التخصصات وفرناها. انشانا لاول مره أكاديمية النادي الأهلي للفرق، يعني أصبح الفرق طبعا بتكتظ بعدد من اللاعبين واللاعبات، الأعداد الزيادة. عملنا أكاديمية ممكن إن هي تنزل في جميع مسابقات الاتحاد، وفرنا لها أحسن المدربين، ويمكن بسم الله ما شاء الله ابتدت الباكورة تطلع بتاعة الأكاديمية، وبعض اللاعبين واللاعبات ابتدوا يحققوا ميداليات في البطولات اللي بينزلوها. فبقول
هنيئا لأولياء الأمور واللاعبي ولاعبات النادي الأهلي بصرحهم الجديد. وطبعا أنا بدوري بتقدم بالشكر طبعا لمجلس الإدارة اللي خد قراره على تجديد هذه الصالة، وأرجو أن هي تليق باسم النادي الأهلي وبترفع مستوى الجمباز أولا وأخيرا لصالح المنتخبات القومية، علشان يبقى في جمباز في مصر يليق باسم مصر. التنس الطاولة يمكن دي غير خاصة باللاعبين، دي خاصة بالأعضاء، خدمة للأعضاء. بقول الرحلة بتاعت تنس الطاولة طول عمر تنس الطاولة من نشأتها، وإحنا مؤسسين الاتحاد المصري للتنس الطاولة، كانت موجودة عندنا هنا هوت في النادي الأهلي في الجزيرة، وكانت بالتحديد بجوار الصالة بتاعت الجمباز. كان في زمان مدرجات للدرجة الثانية بتاعت كرة القدم، كان أسفلها الطاولات أو الترابيزات بتاعت تنس الطاولة. بعد كده اتنقلت في صالة راتب في المبنى القديم. لما أنشئ نادي الأهلي مدينة نصر كان هناك صالة موجودة أسفل حمام السباحة في مدينة نصر، فتم نقل نشاط تنس الطاولة إلى مدينة نصر. النهاردة بعد 25 سنة من انتقال الترابيزات دي لمدينة نصر بتعود هي فرحتها. يعني ما فيش حد فينا أعتقد وإحنا صغيرين أو وإحنا شباب ما مارسش لعبة تنس الطاولة، فهو مطلب من أعضاء النادي وجود صالة هنا هوت عشان يمارسوا رياضتهم المفضلة. وبرضو زي ما بقول إن كل ما وعد به مجلس الإدارة الحمد لله تباعا بيتم تنفيذه. النهاردة صالة الجمباز هنا وتنس الطاولة والكاراتيه، وهناك في مدينة نصر تم تكييف الصالة بتاعت الكاراتيه. إذن نهضة إنشائية في جميع الألعاب، غير الدعم الفني والمادي بوجود لعيبة محترفين أجانب في جميع الألعاب. النهاردة في الباسكت جبنا لعيب محترف أمريكي، واللعيب التاني عشان يلعب معانا في أفريقيا، وفي طريقنا للتعاقد مع لعيب ثالث أفريقي، لأن اللائحة بتاعة الاتحاد الأفريقي بتقول 2 أجانب بإضافة إلى لاعب أفريقي. إذن النادي الأهلي مجلس إدارته لا يبخل على فرق الرياضية ولا على أعضائه، وزي ما شايفين الحمد لله ده خير شاهد. فبقول بالتوفيق للجميع بإذن الله. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وآخر جزء في حلقة الأهلي الليلة النهاردة بنستضيف من خلاله طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد السلعاوي نجم النادي الأهلي السابق لكرة السلة. نورنا ومشرفنا كابتن محمد. أهلا وسهلا، أخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله كله. يعني خلينا نتكلم، سعداء بيك النهارده. احنا أسعد طبعا، احنا أسعد طبعا نور حضرتك لقناة الأهلي. خلينا نتكلم سريعا ونخش كده سخنين شوية على مباراة الغد ما بين الأهلي والزمالك في دوري السوبر رجال لكرة السلة. احنا عارفين ان الفرقتين خلاص متصدرين، كل فريق لعب 3 مباريات، الاهلي كسب والزمالك كسب، واخر مباراة كانت النادي الاهلي كانت امام فريق طلع الجيش. بكرة مباراة غاية في الاهمية، وهي اللي هترجح كفة احد الفرقتين ان شاء الله. نتمنى يكون النادي الاهلي. المباراة رؤيتك ليها ايه بكرة؟ هي المباراة في حد ذاتها مباراة صعبة بالنسبة للفرقتين، مش لفرقة الاهلي كويس. فرقة الاهلي والزمالك، لكن احنا طبعا نتمنى الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي، بس هي مباراة صعبة لان الفرقتين ما خسروش. الفرقتين عندهم 6 نقاط من 3 مباريات لكل فريق. الزمالك كانت فيه مباراة او 2 صعبة، لكن الاهلي لسه لعب 8 و7 و6 كويس. ودي تعتبر اول احتكاك، يعني اول درجة الاحتكاك القوي بالنسبة ل اول مباراة قوية. بصرف النظر عن الثلاثة، ان الاهلي تقابل مع مصر التأمين وتقابل مع سموحة في اسكندرية، وكانت مباراة برضه عصيبة شوية وصلت لوقت اضافي، والاهلي قدر يفوز فيها وكسب امبارح نادي طلع الجيش 66. لكن كان هو متسيد المباراه وكان هو الاقرب للفوز، لكن مباراه الزمالك بتختلف المقاييس نفسيا وعصبيا وجماهيريا وكل حاجه، لان بينتظرها الجميع من فترة الأخرى. يعني مباراة بعد بكرة طبعا يا جماعة، مش بكرة، بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث على صالة النادي الأهلي الساعة 6 إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى الفوز طبعا للنادي الأهلي. أعتقد أن طارق خيري كمدير فني كفء، كبير طبعا كفء بالنسبة للنادي الأهلي، عمل حالة جيدة
جوه النادي الاهلي بين اللعيبه وبين الجهاز وبين حتى اللعيبه القدامى بدا بيجمع يعني في حاله جيده جدا جوه النادي. كلهم بتمنوا الفوز للنادي. في جهاز فني على اعلى مستوى اسلام والجرحي وشريف طبعًا علي طبعًا. فنتمنى لهم الفوز. هم يعني اعتقد ان في اعداد جيد للمباراه دي ومعمول لها حسابها كويس جدا. واخر مباراه احنا كسبنا وهم كسبوا يعني كانوا نتيجه 1-1 تقريبا في دوري المرتبط. طيب كويس. من وجهه نظر حضرتك الفنيه والخبرات الكبيره طبعا لنجم كبير في كره السله زي كابتن محمد السلعوي، شايف ان الاهلي بكره يلعب جيم مقفول ولا يعتمد على السرعات في بناء الهجمات من وجهه نظرك؟ هو طبعا انا اعتقد ان هيبقى جيم مقفول شويه بالنسبه للفرقتين لان كله هيبقى خايف من التاني وكله خايف من الخساره لان الخساره بتبعد شويه. لكن اعتقد ان المباراه هتبقى ممتعه لان الاثنين الاجانب اللي في فريق الاهلي وفريق الزمالك على مستوى عالي من الكفاءه، زائد بخلاف ان عند برضو البديل المصري بجميع المراكز في الفرقتين كويس، ولذلك هتبقى مباراه صعبه. واحنا نتمنى ان يكون هناك يعني توفيق للنادي الاهلي في المباراه دي ان شاء الله. اكيد كل فرقه سواء الاهلي او الزمالك عملوا صفقات قبل طبعا البطوله، وخصوصا هيبقى في كلام كتير على الصفقات قبل المباراه بعد بكره ان شاء الله ما بين الفرقتين. تقييم حضرتك بالتحديد لصفقات الاهلي؟ صفقات الاهلي، الاهلي الاول لم يوفق في لعيب اجنبي كان جابه في اول الموسم وغيره في قبل نهايه الدوري المرتبط. يعني ما كانش او هنا ما كانش على قد مستوى او اعتقد المستوى اللي كان يليق باسم النادي الاهلي فاضطر كابتن طارق خيري انه يعمل الاستبدال ليه، فتم استبدال ال دي حاجه على فكره تحسب للجهاز الفني. طبعا انا متعاقد مع لعيب وابقى حاطط عليه امال ان هو يكون بالمستوى اللي يساعدني في الفوز وفي تاديه مباريات كبيره، ولا ايه مش بالمستوى ده ان انا بسرعه اصلح غلط اصلح وقدر طارق خيري يجيب مدرب يجيب لعيب على مستوى عالي دلوقتي. لاعب كان لعب ليه تجارب في واخيرا كان في اهلي بنغازي اهلي طرابلس وكان بيلعب ولعب مع الاتحاد السكندري قبل كده لعب قبل كده مع الاتحاد السكندري في الدوره العربيه ولعب يعني ايه ودخل بسرعه بالفرقه والسطاره طارق خيري استطاع ان يدوبه في الفرقه. برضه في مجموعه كبيره يعني في مجموعه كبيره في مع الاجنبي احنا برضه بنتكلم، لكن في مجموعه من ولاد النادي بقطار الغنام وفي في يعني مجموعه كبيره. وقدر السنه دي الصفقات اللي عملها الاهلي حاتم البحيري ورامي جنيدي وبرغوتا ويعني قدر يعمل بجنب العدل واحمد السلعاوي وسيف ومصطفى الشافعي والجرحي طبعا، ففي قوام فرقه في قوام فرقه محترمه تقدر تنافس. وان شاء الله انا شايف المستقبل رايح لناحيه بالنسبه للباسكت في النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. احنا متعودين منهم دايما ان هم بيفوزوا بالبطولات سواء البطولات المحليه او كمان البطولات الافريقيه، وتعد من اهم البطولات بالنسبه لسله رجال النادي الاهلي بالتحديد. عايز يا كابتن محمد نشرح للجمهور المشاهدين نظام بطوله سوبر الدوري السنه دي، البطوله نظامها ايه؟ لان البطوله يمكن الاسلوب بتاعها او النظام بتاعها مختلف شويه. هو احنا الحمد لله الاول احنا خلصنا من في دوري اسمه دوري المرتبط. تمام. ده الحمد لله الاهلي قدر يستطيع ان يفوز بيه عن جداره طبعا واستحقاقه. دي مش اول موسم بتاعته، اخر مباراه مع الاتحاد على ما اتذكر. ودي مش اول سنه، احنا بقى لنا سنتين ثلاثه بنكسب الدوري المرتبط ده. وبيرجع برضه اهميه المرتبط ده لان هو بيقوي لك عنصر 16 سنه عندك وبيخلي المدربين تهتم بقاعده ان قاعده الناشئين. والسنه الجايه الاتحاد قرر ان يطورها يخليها المرتبط 18 سنه كويس مش 16 سنه كويس. بالنسبه للدرجه يعني بالنسبه للدرجه الاولى اللي هي النادي الاهلي استطاع ان هو يحافظ لمده زي ما قلت لحضرتك 3 سنين على مركزه ان هو يتسيد بطولة المرتبط دي. الدوري العام بقى بالنسبة للدوري العام زي ما حضرتك سأل الدوري العام بيختلف دلوقتي ان هو دلوقتي عملوا الترتيب ان الاول كان الاول المرتبط بيلعب اخر اللي هو ترتيبه 16 والثاني بيلعب 15 ويمشي بهذا الوسيلة فعشان يطلعوا 8 فرق و8 فرق واخد بال حضرتك؟ فطلع الاهلي والزمالك والجزيرة وسبورتنج والاتحاد ومعاهم مصر التامين والجيش وسموحه دول الثمانيه الاولين وفي ثمانيه تحت. الاول طلع الاهلي بصفته بطل المرتبط لاعب الثامن والثاني بيلاعب السابع والثالث
بلاعب الخامس وتمشي بهذا النظام بتاع. فالبطولة دي هتبقى من أقوى وأشرس البطولات، لأن بعد كده في أدوار هتبقى فيها بيست أوف ثري، يعني ثلاث جيمات، جيم على الأرض وجيم على أرضك وجيم في أرض إذا احتجت يبقى في أرض محايدة. فالدوري ده دوري صعب، بيعتمد بقى يعني مفيش مساعدة بإيدك لا بإيد غيرك يعني بالزبط. كل يعني الدوري ده أنت عايز تكسب بقوتك يعني على قد ما تقدر انت بتقدر وتركيزك مهم طبعا. جدا طبعا الباسكت تركيز اصلا أكيد. يعني انت جبت الحته اللي هي التركيز ده عامل اساسي في الباسكت طبعا. لكن انا شايف ان السنه دي الفريق كويس وفريق مركز كويس وان شاء الله متكامل. يعني هو طبعا اداره النادي ما بخلتش بالنسبه سواء اللاعب اجنبي، وجابوا لعيب تاني استعداد للبطوله الافريقيه، واعتقد زي ما كابتن رؤوف قال ان في لعيب ثالث كمان ان شاء الله في الطريق. وهو مجلس اداره مش مقصر من ناحيه الفرقه، نشاط رياضي كابتن رؤوف بصراحه يعني مجهود بيعمل مجهود كبير مجهود غير طبيعي يعني لان هو راجل فاهم، اللي هو راجل ابن لعبه ومدير فني ممتاز. فطبعا يعني كلامنا عنه مش بالظبط. طيب عايزه برضو اتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، وهل ممكن تزيد اهميه هذه المباراه خصوصا بعد ان الفرقتين بيحتلوا المركز الاول وكل فريق فاز في ثلاث مباريات، ولا تبقى مباريات الاهلي والزمالك مهمه ايا كان ترتيب الفرق؟ لا انا شايف انها زي ما انت بتقول، يعني انت حضرتك النهارده بتلمس حاجات قويه جدا. هو المباراه دي هتفضل زي ما هي صراع ما بين الاهلي والزمالك، حتى لو الترتيب مختلف، حتى لو ما فيش ترتيب، ولو حتى انا الاخير الاهلي الاول والزمالك الاخيره والزمالك الاخير والعكس، فهي دي لها حساسيه معينه لدى الجماهير بتنتظرها من على مدى الوقت على فترات، ان كل ما تيجي المباراه تبقى الناس مترقبه والناس اصلا على مهلك. اقفل التليفون على مهلك خالص، مفيش مشكله اتفضل. يعني والناس بتبقى مترقبه هذا الماتش من على فترات، وان يعني اللي عايز اقوله في المباراه دي ان حساسيتها بتزيد من المنافسه، لان كله بيبقى عايز يظهر اللعيب الجيد، عايز يسوق نفسه في المباراه دي، لان المباراه دي هي المباراه المنتظره بالنسبه للعيب. فاللعيب اللعيب والمدرب، يعني بتبدا من المدرب كمدير فني بقى عايز يظهر كفاءته، يظهر نفسه والجهاز بتاعه واللعيبه، كل اللعيب عايز يتفوق وعايز يظهر نفسه، لان ده هو يعتبر زي السوق اللي هو ودي الشهره. يعني احنا زمان كنا بنقول لما كان في لعيب كوره يجيب جون في ماتش الزمالك والاهلي طبعًا بيفضل طبعا بيكتب له تاريخ. تبقى مباريات الاهلي والزمالك في مختلف الالعاب في جميع هي ما فيش اختلاف، كنت بايق الكره المصريه يعني وجماهيريه هنا وجماهيريه هنا كبيره اكيد. طيب ابرز العناصر في الفرقتين قبل مباراه، قبل 48 ساعه من المباراه، من وجهه نظر حضرتك مين؟ يعني انا شايف ان اللاعب الامريكي بالنسبه للزمالك، الزمالك نجح ان هو قدر يجيب لعيب على اعلى مستوى، لعيب بيحط نقاط لانه صانع اللعب وفي ايده الكره على طول. عنده انس لعيب كان محترف برضه بره ولسه راجع، وعنده يعني عنده اكتر من لاعب، وعنده احمد جمال، وعنده ده بالنسبه للزمالك. الزمالك عنده اكثر من لاعب في مركز. احنا عندنا نقاط، انا اعتقد ان الفرقه كلها بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد انها نجوم. انا لسه جاي من دلوقتي من التدريب الاول النادي، الفرقه مستعده. ابرز العناصر في النادي الاهلي اعتقد هيبقى العناصر اللي هتؤثر في النادي الاهلي، اعتقد سيف سمير، اعتقد طارق الغنام، واعتقد ان رامي جنيدي ومودي هيبقى لهم تاثير، والجمال طبعا، ان الجمال بيعتبر ورقه رابحه بالنسبه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمنتخب مصر. واعتقد ان احمد السلعاوي برضه هيقوم بدور، لان هو في الفتره اللي فاتت دي كان يعني ايه بيعتمد عليه كابتن طارق الفتره اللي فاتت دي كلها. مستوى الناشئين واللعيبه اعتقد في الاهلي الصغيرين احسن بكتير يعني، وكبار بيمتلكوا الخبره، والنجح النادي الاهلي ان عمل مزيج ما بين الخبره والشباب. ده بيبقى شيء مهم دايما، شيء مهم جدا، لان هي عباره عن اجيال بتسلم بعض، ما فيش اختلاف عن دي يعني طول عمر ده الاسلوب. بالنسبه لاحمد السلعاوي،
ازاي بيقدر يستفيد من خبره قيمه كبيره في كره السله طبعا زي كابتن محمد السلاعوي؟ ازاي بتقدر تفيده وازاي بتقدر تنصحه عشان يظهر بالشكل اللي انت بتتمناه سواء كلاعب في النادي الاهلي او حتى كابنك يعني؟ هو الحمد لله هو برضو انا عايز اقول لك هو مجتهد، هو يعني بيتمرن كويس، هو لعيب اساسي بالنسبه يعني هو ليه دور بالنسبه للمنتخب كمان لان هو لعيب في منتخب طبعا مصر طبعا، وليه دور في النادي الاهلي. انا كل توجيهاتي يعني زيه زي غيره والله، يعني توجيهات اللي بالنسبه تبقى زيه زي غيره، بس هو يعني مركز الدوري ده بالذات، وانا شايف ان الحمد لله ان هو موفق اليومين دولت، وربنا يوفقه يعني ربنا طبعا يوفقه سواء هو او كل لاعبي النادي الاهلي في مختلف. نتمنى ليهم كلهم بصراحه التوفيق في المباراه، لان المباراه مهمه جدا جدا فوق مباراه اكيد صعبه وطبق مباريات الاهلي والزمالك في مختلف الالعاب ومختلف المباريات، بتبقى مباريات كبيره وصعبه للحساسيه اللي بتبقى موجوده طبعا اهلي والزمالك في اي حاجه، وخاصه الاهلي والزمالك منفردين وبعديهم اربع فرق يعني الاهلي والزمالك ست نقاط في الاربع فرق اللي هم الجزيره وسبورتنج والجيش ابرزهم التمين. مين يا كابتن ابرزهم مين اللي ينافس الاهلي والزمالك على البطوله؟ هم في لا هو دلوقتي في مثلث برضو يعني في اهلي في زمالك في جزيره في اتحاد في اسكندريه اتحاد طبعا لا اتحاد في اسكندريه يعني سيد البلد زي ما بيقولوا، ولا اللي ما لعبش في صاله اسكندريه ما لعبش باسكت يعني. لا الاتحاد متسيد كان في فترات كره عرش كره السله يعني اكيد، ومعاهم سموحه بينافس، بس سموحه اعتقد بينافس على استحياء بقى زي ما بيقولوا السنه دي مش مركزين شويه يعني لو ان معاهم كوتش كويس كابتن اشرف توفيق من احسن المدربين طبعا. لكن الاصابات هي المشكله برضو في سبورتنج، ان اللعيب الاجنبي بتاعه اتصاب واصابه هتديله ست اسابيع تقريبا فتره طويله يعني. ف هل في غيابات للنادي الاهلي قبل مباراه الاهلي والزمالك بعد بكره؟ والله هو كان في اصابات، في كان سيف سمير عنده التواء في يعني في الانكل في الانكل ما لعبش الماتش اللي هو بتاع امبارح اللي هو الجيش. بتاع طلع الجيش في برضه كان في رامي ويعني في 3 4 بس الحمد لله نزلوا اتمرنوا مؤمن ورامي يعني كله جاهز الحمد لله الحمد لله كلهم جاهزين والامور ماشيه الاصابات بتتلم يعني الحمد لله يا مسهل يا رب. احنا عايزين الاصابات تتلم مش بس في كره السله، احنا عايزين في كره القدم كمان بصراحه لان عندنا اصابات ربنا ان شاء الله يوفق باذن الله ان شاء الله في كل الالعاب باذن الله. طيب نظام الدوري السنه دي افضل دوري السوبر ولا النظام القديم افضل من وجهه نظر حضرتك؟ لا النظام السنه دي هيبقى افضل، هو الافضل. ليه بقى؟ هيبقى اقوى، عشان اقوى انت كل المنافسه في اثاره اكتر يعني. في اثاره وفي في عمليه انك انت انت عايز حضرتك برضو الولد يحس ان هو يعني مبدع، الولد بيبتكر الولد، ففي الماتشات كتيره في اللعيبه بتظهر اخطاء بتظهر بتتصلح الدنيا ماشيه يعني انت واخد بالك ازاي. لكن النظام الاولاني كان عباره عن مباراه راحه جايه وانت ونصيبك طبعا، وانا عندي بكسبك وانت عندك بتكسب الفرقه الثانيه بتكسب، لكن النظام ده اعتقد ان هو هيفيد كره السله وهيفيد طبعا المنتخب طالما فاد، وهنقدر نوصل لان احنا طبعا في اخر الدوره فوق يعني فشلنا في الوصول الى كاس العالم في الدوره الاخيره يعني، فاعتقد انها تكون مكسب بالنسبه لل طيب نروح لبطولة أخرى مهمة جدا وهي البطولة الأفريقية والاستعداد النادي الأهلي لهذه البطولة. احنا عارفين ان احنا هنستضيف التصفيات الخاصة بالمجموعة الثالثة هنا في مصر او في ملاعب النادي الأهلي او صالات النادي الأهلي. البطولة دي شايفها ازاي؟ انا شايفها ان البطولة هتبقى برضو صعبة لان مجموعة الأهلي هو في فرقتين بيمثلوا من مصر، فريق النادي الأهلي وفريق سموحة. الأهلي بصفته بطل وسموحة بصفته تاني المجموعة بعد النادي الأهلي في التصفيات اللي اتعملت في تنزانيا. تمام. الأهلي مجموعته تعتبر صعبة، الأهلي معاه بطل أنجولا وبطل رواندا وبطل موزمبيق، فبرضه دي مجموعة صعبة وهيلعب من 8-2. الدوري اللي بنتكلم عليه حضرتك هيخلص 2-2. فحسب كلامي مع طارق خيري ان هو في يوم راحه وكده وهيبقى عباره عن معسكر داخلي من 3 من 4 بقى ل8. هل الدوري يعني خير استعداد لهذه البطوله؟ طبعا في الوقت ده انت مش قادر تسافر لان الوقت قصير والدنيا مقفوله يعني هم عباره عن معسكر مغلق الكام يوم دولت عشان يخش على البطوله. ربنا وفقنا ان شاء الله هياخدوا الاول والثاني ان شاء الله.
مهم جدا الاول والثاني من كل مجموعه بقول عشان ده دور ال16 تعمل دور الثمانيه اربع مجموعات مهم جدا ان شاء الله ان احنا نكسب اول لان لو كسبنا اول هنروح نلعب مع تاني المجموعه بتاعت فرقه سموحه اللي سموحه برده مشتركه فرقه سموحه مشتركه برده في الدوره اكيد في البطوله الافريقيه في البطوله الافريقيه دي وهنلعب مع التاني معاهم بنظام رايح جاي هي طبعا مباراه عندك هي من فتره من 8 ل 10 فبراير صح لا من من 8 ل 11 3 ايام 8 ماتش 9 10 و11 اخر يوم 11 اكيد طبعا يعني هتبقى بطوله مهمه جدا توقعاتك للنادي الاهلي فيها ايه انا توقعاتي ان شاء الله هنطلع اول باذن الله وهتبقى تنظيميا من بطوله لها شان هتبقى شكلها رائع جدا تنظيميا لان النادي المجلس اداره اعتقد ان استعد عن طريق ان الكابتن جوهر نبيل هيبقى طبعاً هو مجلس الإدارة. عضو مجلس الاداره هيبقى معاه رئيس ومعاه الكابتن رؤوف واعتقد ان هتبقى تنظيميا رائعه وخاصة ان بتقام جوه النادي وهتبقى عرس بالنسبة للنادي وان شاء الله النادي اللي هيكسب البطولة دي انا متأكد بمزيد اصعب الفرق اللي في البطولة بشكل عام مش طبعا بس بطل انجولا بطل انجولا اللي معانا في المجموعة معانا لا هم فرقتين في واحدة مع سموحة واحدة معانا انهي بقى الاقوى اللي اقوى اللي معانا اللي هي اول الدوري المجموعة واضح ان هي قوية جدا اول اغسطس طبعا اول اغسطس ده حتى هو في الكورة تقريبا برضو في اول اغسطس في الفرقة الاقوى لا دولت هي مشكلة الفرقة دي في الكورة لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا المشكلة مشكلة الفرقة دي كلها بتتمرن في البرتغال لان هم قريبين وفي زي بروتوكول وبيلعبوا في بنفيكا وبيلعبوا في اندية برتغالية وبيرجعوا يجمعوا سواء المنتخب او النادي ده يعتبر من اقوى الفرق يعني هتبقى اصعب مباراه للاهلي في المجموعه هي دي هتبقى وبعدين رواندا فرقه رواندا بدر رواندا ده برده رواندا ظهرت في الباسكت حتى في على مستوى المنتخب بشكل كويس وبرده بدر موزمبيق لسه طارق كان بيتكلم هنشوف شرايط بالنسبه ليها وكده لكن هي هيبقوا ثلاث مباريات صعبين محتاجين توفيق اللعيبه محتاجين جمهور ان الجمهور يكون في يعني يكون هو اللعيب رقم واحد لا طبعا من ناحيه الجمهور اطمن يعني لازم ان شاء الله الصاله دي ان شاء الله تتملي لان احنا كلنا عارفين اهميه جمهور النادي الاهلي في اي مباراه يعني هو ينجح اي حاجه اكيد يعني ينجح ويعني انا اعتقد ان هو هيكون السبب بيدي دفعه كبيره طبعا وخاصه ان اللعيبه عايزه كده بتحب كده وخاصه ان هي محرومه من كده لان الدوري بدون جمهور زي ما انت عارف طبعا. السوبر اللي مرتبط من غير جمهور كاس كله من غير جمهور فطبعا اللعيب بيروح عشان يمتع ويعني دي بتساوي كتير يعني اكيد طبعا بالنسبه للجمهور يعني فنتمنى كل التوفيق طبعا للفرقه لان بطوله صعبه وبطوله هتبقى غاليه وهتبقى لو احنا عدينا هتبقى سهله اللي جاي طيب هل الاهلي محتاج المزيد من الصفقات وخصوصا لوائح البطوله الافريقيه بتنص على امكانيه كل فريق التعاقد مع ثلاث لاعبين اجانب بس يكون من ضمنهم لاعب افريقي هل الاهلي محتاج تعاقدات جديده قبل البطوله ما هو انت دلوقتي انت عندك لاعب وجبت واحد هيلعب معاك البطوله كده وفي اضافه واحد كمان جاي افريقي اعتقد زي ما الكابتن رؤوف قال في الـ في الـ في التقرير اللي قبل الحلقه مهم ان هو يجي بدري قبل البطوله عشان ينسجم فهو في الطريق يعني انه يجي لان هو ده هي اللائحه كده فلازم انت بتلعب برضو تستفيد من اللائحه طبعا استغلها يعني لازم استغلها واستفيد منها ما ينفعش يبقى مصرحه لي ان انا العب بثلاثه واجيب واحد او اثنين لكن اعتقد ان النادي الاهلي في طريقه انه يجيب لاعب افريقي واعتقد هيكون من نيجيريا على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله نصايحك اخيرا للاعبي النادي الاهلي قبل المباراه بعد بكره امام الزمالك انا رايي ان التركيز اهم حاجه زي ما انت برضو سبقنا واتكلمنا التركيز للعيبه عامل مهم جدا في المباريات دي طبعا العب لحدش العب عشان تمتع نفسك اولا تمتع جمهورك هيؤدي للمكسب العب بثقه العب بهدوء يعني بنوع من مش عايز اقول البرود يعني اما العب من يعني حاول تفرض اسلوب لعبك على الفريق الخصم بمجرد انك هتفرض اسلوب لعبك على الفريق الثاني انت هتبقى متسيد الموقف متوقع مين يرجح كفه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه دي لا بص المباراه دي بقى زي يعني دي المباراه دي ممكن يطلع لك واحد كده واحد مش متوقع كدا. لا ما فيهاش توقعات بس اللي احنا نتوقعه ان شاء الله الاهلي يكسب يا رب لكن انا اتمنى ان كلهم يبقوا موافقين يا ريت كلهم مش واحد
يا رب ريت كل الفرقه بما فيهم المدير الفني طبعا. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي قبل المباراه بعد غد امام نادي الزمالك. اخيرا عايز اطمن على نادين السلعاوي، عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي اخبارها ايه دلوقتي؟ الحمد لله نادين في امريكا بتلعب في فرقه نورث كارولاينا جامعات الجامعه، والحمد لله هي ماشيه كويس جدا الحمد لله. وبرضه لو في والمنتخب طبعا على اتصال معاه بالنسبه للمنتخب يعني، والحمد لله هي قدرت تحصل على النقطه الالف نقطه بالنسبه كاول لاعيبه وافده خارج يعني امريكا. والحمد لله يعني ماشيه كويس، وبتمنى لها التوفيق وربنا يعني ان شاء الله يسهل الفتره اللي جايه لان هي مؤثره معايا شويه. كل التوفيق ليها ان شاء الله، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. كابتن محمد السلعاوي طبعا نجم النادي الاهلي السابق لكره السله، نورتنا وشرفتنا النهارده. لا والله انا اللي شرفت بيك، ودي اول مره، وبصراحه دايم التالق، وربنا يوفقك وتستاهل كل خير ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن، شرفتنا ونورتنا. ودي كانت اخر طبعا يعني فقرة في حلقة الأهلي الليلة النهاردة. قبل ما نختم لازم نتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة في النادي الأهلي في دوري السوبر طبعا لكرة السلة، ومباراة بعد غد إن شاء الله اللي هتكون أمام نادي الزمالك. هذه المباراة الهامة جدا جدا، فرقتين متصدرين، نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي اللي ينفرد بهذه الصدارة من خلال هذه المباراة. كل التوفيق لرجال سلة النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا النهاردة من الأهلي الليلة، كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات من خلال أنا وزمايلي الأعزاء طبعا محمد الجندي وعمر ربيع ياسين، وكان في العديد من الفقرات والعديد من الملفات اللي اتكلمنا فيها. نتمنى إن شاء الله نكون يعني نلنا إعجاب حضراتكم من خلال الفقرات الأهلي الليلة النهاردة. استنونا وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. تصبحوا على ألف خير.